1956. وبهذه المناسبة نحب باسمي الخاص
وباسمكم جميعا نتوجه تحية كبرى لكل نساء تونس الوطنيات الفلسطينيات الغيورات على مكاسب الدولة المدنية والمنحرفات في مشروع تصحيح المسار واستعادة الدولة المستقلة الحرة، الدولة التي أسسها الزعيم بورقيبة ورفاقه والتي استقلت بفضل مجهودات وتضحيات شهداء الاستقلال وزعماء معارك التحرير الوطني من بنزرت لتطاوين. ونحيي كل المقاومين وكبار المناضلين الأحياء منهم، ونترحم على من وافتهم المنية. ألف رحمة تنزل على أرواح شهداء الاستقلال، شهداء الوطن، شهداء الدولة الوطنية، وطبعاً شهداء الإرهاب وشهداء هذه الفترة الحالكة اللي منهم هم ومن معاناة عائلاتهم نستمد قوتنا للنضال ولعدم التفريط في مكاسب الدولة التونسية. بطبيعة هذه مناسبة وفرصة لنذكر فضل النساء التي قدنا الحركة الوطنية جنبا إلى جنب مع الرجال بقيادة الزعيم، النساء اللي أسفوا في ذلك الوقت الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، فخر نساء تونس وفخر دولة تونسيبة. ومهما حاولوا تنفيعوا ومهما حاولوا تهميشوا ومهما حاولوا تقديموا فلم يقدروا على ذلك، لأن هذه المنظمة العريقة تحمل تاريخ المرأة التونسية وتحمل نضالاتها وتحمل مساهمتها في بناء الدولة العصرية الحديثة. ألف تحية لكل مرأة تونسية ساهمت في معارك التحرير، ألف تحية لكل مرأة تونسية ساهمت في بناء الدولة من موقعها، ألف تحية لنساء تونس اللي قلدوا المناصب السياسية واللي كانوا جنبا إلى جنب مع الرجل التونسي للنهوض بالدولة التونسية. ألف تحية لكل مرأة مثقفة، لكل مرأة فنانة، لكل مرأة طبيبة، لكل مرأة محامية، لكل مرأة مهندسة، لكل مرأة مربية، لكل مرأة في المنزل، لكل مرأة في الريف، لكل مرأة في كل مكان يمكن أن تقوم فيه بدور كبير للمساهمة في الاقتصاد الوطني، في تربية الأجيال، في رفع علم تونس عالية للنسية وفي المرأة الرياضية اللي ماهيش قاعدة تاخذ زادة في حظ كبير، خاصة في هذه الأيام اللي كل شيء فيها تهمش وكل شيء فيها ما عادش عنده أي قيمة عند من يحكمون البلاد منذ 10 سنوات. ألف تحية لكل نساء تونس، ألف تحية للنساء الناشطات في المجتمع المدني في المنظمات الوطنية، وطبعا على رأسهن النقابيات الاتحاد العام التونسي للشغل والنساء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المرأة الفلاحة كيف ما قلنا، المرأة في كل مؤسسات الدولة، المرأة في الإدارة، المرأة في المنزل، المرأة الأم، الزوجة، الأخت، البنت، وطبعا المرأة عماد المجتمع. وهذه تقولوه في الحزب الدستوري الحر ماهوش من باب اللغة الخشبية، بل هو من باب الوفاء لتاريخ هذه الدولة اللي كرمت المرأة واللي اليوم برشا بلدان ولو هي بلدان أكثر تقدم منا على عدة مستويات، لكن ما زالت ما بلغتش الحد اللي وصلت له المرأة التونسية على مستوى حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات. وقت اللي نحكيه اليوم على المرأة في الحزب الدستوري، وقت اللي نحييه ذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، راهو ماهوش من باب البكاء على الأطلال. واليوم سمعت الصباح بعض التصريحات اللي تقول أنها ضد الاحتفال بعيد المرأة، وأن زايد اليوم باعتبار أنه المرأة ولات يعني في وضع متقدم جدا، وشيزة من وليه نخصوها بعيد. لهنا نحب نقول
أنه الاحتفال بهذه الذكرى راهو باش يذكرنا بأسس الدولة التونسية، لأنه وقت اللي تتعمل مجلة الأحوال الشخصية بعد أشهر قليلة من إعلان الاستقلال في 20 مارس 1956 قبل إعلان النظام الجمهوري وقبل إعلان دستور 59، راهي هذية عندها معاني كبرى. هذية يؤكد أن الدولة التونسية من بين ركائز استقلالها وأركان استقلالها وتواجدها وسيادتها المرأة وحقوق المرأة وحرية المرأة. وكان يقول المرأة يكون العائلة يكون الأسرة يكون الطفولة يكون المسلمين يكون المجتمع، لأنه المجتمع ولد من رحم النساء، وهذايا يلزمنا نحتفل به ونصر على الاحتفال به ونذكر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولأن الذكرى في هذا الوقت بالذات هي رسالة مضمونة الوصول لكل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يمس ولو أنملة من مكتسبات النساء من الحقوق التي تحصلت عليها المرأة التونسية، وأيضا رسالة مضمونة الوصول لوجوب مواصلة المشوار، لأن المشوار مازال طويل ومجال الأحوال الشخصية مازال فيها عدة بنود اللي تستحق مزيد التنقيحات ومزيد ضمان حقوق المرأة. وحقوق المرأة راهي ماهيش في مجال الأحوال الشخصية فقط، راهو بقية المنظومة التشريعية ككل راهي كلها فيها بنود تستحق التنقيح والمراجعة في اتجاه مزيد ضمان حقوق المرأة التونسية. حاجة أخرى، الاحتفال بهذا العيد وبهذه الذكرى في هذه المرحلة بالذات يظهر لي يفرض علينا عملية تقييم. أين نحن نساء تونس في 2020 من تطور حقوقنا ومن اندماجنا في المجتمع ومن مساهمتنا في الدورة الاقتصادية ومن مساهمتنا في مختلف القطاعات، وخاصة من مساهمتنا في صنع القرار الوطني؟ لهنا ماهيش حصة أكاديمية باش نذكروا بالأرقام وبتواجد المرأة في القطاعات وفي هذا الكل، لكن هي فرصة لنستخلص الدروس ونضع أصابعنا على الباب. حتى تشخيص متواضع ونتصور موضوعي، اليوم المرأة التونسية أثبتت تواجدها على المستوى العددي، ما عادش فما نزاع. يعني اكتساح المرأة لمختلف القطاعات التقليدية وحتى القطاعات اللي في مرحلة ما كانت حكم على الرجل، هذايا موضوع لا شك فيه، والنساء تثبت أنه تقريبا في مختلف القطاعات الحيوية المرأة موجودة من 50% فما فوق، وحتى اللي ما وصلتش لل 50% قريبة من هذه النساء. لكن المشكل مين؟ المشكل أن المرأة تواجدت أفقيا عدديا، لكن نجيو نشوفوا الرأس، نشوفوا القيادة، نشوفوا الهيكل المهنية، نشوفوا التواجد على مستوى صنع القرار، نصطدم بواقع آخر ونلقاو أن المرأة ما زالت في موقع دون المأمول على مستوى القيادة في مختلف المجالات، مش كان المجال السياسي والشأن العام اللي أتونجيها. إذن اليوم يظهر لي النضال بتاع المرأة التونسية يجب أن يتمحور حول استكمال المنظومة التشريعية الدائمة والمعززة لحقوق المرأة في كافة المجالات اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، في كل المجالات. ومن ناحية أخرى يلزم تدخل المرأة غمار المنافسة الجدية والحقيقية على المواقع القيادية. حبوا نشوفوا المرأة في الصف الأول، نحب نشوف المرأة في القيادة، نحب نشوف المرأة في مواقع متقدمة وتكون فاعلة. لأنه سامحوني ولينا زادة بون، الناس تقول من قبل، لا مش مشكل من قبل، احنا تو قاعدين نقدموا. ما فماش هذا الحضور الفعلي المؤثر
اللي يخلي البصمه، لانه اكيد ثم اشكاليات داخليه في مختلف القطاعات اللي تخلي انت مدام والله النساء وحدكم والله يكون سبقكم لها قائمه كان بالنساء. اسمع النساء هما الكل، النساء باش يحميوا تونس، النساء باش يعملوا، النساء باش يقدوا. نجيو في انتخابات ونجيو في قياده توا حكا بربي يا قايمه امراه ماك تعرف ونزلات والعقليه ومراعيه وما تجيش ونمر اثنين ولا والتوازنات مازال وقت نجيو نحكيو على القياده نوليو نحكيو بالمنطق هي ومراه ومازالت هذايا راه مش في السياسه برك حتى في مواقع اخرى لهنا يظل نجمو نعملو دراسه لمختلف الهيئات القياديه في المنظمات في جمعيات في الاحزاب السياسيه في الهيئات المهنيه ونشوفوا نسبه تواجد المراه باش نلقاو اللي هذا صحيح وهذاك علاش اليوم نتصور انه الرهان تاع المراه التونسيه انها تخلط الى درجه متقدمه من التناصر والشراكه الفعليه والحقيقيه مع الرجل على مستوى صنع القرار الوطني. نجي للمشهد السياسي. المشهد السياسي اليوم تعرفوه الحزب الدستوري الحر نشوفوه ولا الاستثناء. كان الناس الكل تبعت مسار المشاورات تاع الحكومه. وتبعت الوفود، ثم وسائل اعلام مشكورين اللي تبعوا الوفد اللي تخلى، الوفد اللي خرج، شنو قال شنو ما قالش، اعطيني وفد انسان. نبداو بالكتل البرلمانية. بخلاف حزب الدستوري الحر، قلت لكم حزب الدستوري الحر ولا هو الاستثناء. وفود رجاليه. عليه ما عندناش نساء في الاحزاب اللي جاوا استشاروهم، ما عندناش نساء في الكتل البرلمانيه، ولو ماهيش ماخذه موقع قيادي. فما تمثيليه المراه. وانا لهنا يقول لي ندعو رئيس الحكومه المكلف انه ما عاد يقبل حتى وفد ما فيش امراه. المرأة ما لازمش تكون موجودة، لازمها تكون موجودة. مع الناس مثقفات نجمو نستشيروهم، مع الناس سياسيين نجمو نستشيروهم، مع الناس كيف مارينا كقدماء الفشل والرش وهذاك تو نجيوه بعد استشاروهم، مع الناس نساء فهموا في قيادة تونس عبر الدولة الوطنية، مع الناس نساء وزيرات سابقات في مختلف الميادين، مع الناس نساء اتحصلوا على جوائز علمية ولا رياضية ولا ثقافية وشاركوا تونس وأسامي اللي معتبرة تنجم تاخذ رايها. أي وين؟ يا أخي أنت وقتها باش تعمل حكومة، حكومة مش في المنظور السياسي فقط، إذا ليه تعمل برنامج ثقافي؟ اعطيني أنت المرأة المثقفة تجي تعطي رايها. إذا مش تعمل برنامج لحرية الإعلام والتعبير وهذايا الكل، أعطيني النساء الإعلاميات عنا قنني شو يعطي رايها. إذا مش تعمل مشروع تربوي، إذا مش تعمل مشروع صحي، إذا مش تعمل مشروع في كل المجالات، عنا قنن النسائية اللي نجموا حتى كان مش منظريات تحت الأحزاب. ماناش قاعدين نشوفوا في المرأة تساهم في صنع القرار، ولينا مجندين أو كواضح. هذه تاخذ نائب اول ولا نائب ثاني ولا اسكاليتي هكا تمشي ذاك الكاليتي هذيك اللي يضمنها اي نظام داخلي والا نظام اساسي. هذايا موضوع احنا نراوح اللي يلزم يحظى بعنايه كبرى وعلى عكس ما يروج له الكثيرون او الكثيرات بين ذكرين. روعة دير موسي ما تفرحش وقت اللي يقولوا المرأة الوحيدة رئيسة كتلة، المرأة الوحيدة رئيسة حزب، المرأة الوحيدة، ليه ما تفرحش؟ أنا نحب نكون في قلب العملية الديمقراطية وعملية الشراكة بين المرأة والرجل، لكن النجمة معايا وتكون في كل مجال فما نساء رائدات قياديات اللي نصعوا بأصوات فيهن ويكونوا فاعلات في صنع القرار الوطني ويظهرلي يلزمنا لوبي نسائي قيادي. معناها إذا مش تعملوا الحكاية أنتوما وحدكم رانا باش نتحركوا بهذا الإطار ويلزمنا نفرضوا القيادات النسائية في كل المجالات. Come on.
ما هو نبداو نقولوا لهم نحبوا الحضور النسائي، الحضور النسائي اش يعملوا؟ بعد ما يكملوا الحكومه يحطوا فيها وزاره اثنين ولا ثلاثه هذوك توا ولاو واصلين نساء، وحط كتاب الدوله، كتاب الدوله كل حطوا نساء باش يرفعوا في العدد نتاع حضور المراه في الحكومه، لكن على مستوى الصف الثاني كتابه الدوله مش على مستوى الوزارات. ويظهر لي جاء الوقت اليوم ان تكون عندنا حكومات فيها تناصف، وتكون عندنا حكومات فيها نساء الفاعلات، مش زاده بترينا ولا على خاطر تكون قريبها يعرف الشيخ نتاعهم ولا تحكيات هذيكا ويجيو يحطوها وزيره المراه. ويظهر لي هنا التجربه اللي احنا فيها توا، احنا في سنه قياسيه في موضوع العنف ضد المراه. العنف السياسي ضد المرأة، قانون 2017 اللي خرجوا قالوا لنا راهو بداية ما عادش حتى امرأة معنفة. اليوم قعدنا في الساد نتاع وزارة المرأة اللي تعطينا الإحصائيات ورقم قياسي ارتفاع العنف ضد المرأة في فترة الكوفيد، العنف ضد المرأة في فترة كذا، أما اش عملوا؟ ولا شنو الإجراءات؟ ولا شنو البرنامج؟ ولا شنو الاستراتيجية؟ ما فماش. لا والله بالعكس، المرأة السياسية القيادية في الصف الأول وداخل قبة البرلمان تهان وتعنف، ووزارة المرأة تتفرج، والدولة التونسية اللي مسحها على الاتفاقيات العنف ضد المرأة والاتفاقيات اللي تلزمها مش جاية منها إنها تحمي المرأة ضد العنف واقفة تتفرج، رغم اللي بعثنا لها وكاتبناها وجهنا لهم النداءات عبر وسائل الاعلام، والحمد لله انا صديقوا على رواحنا، لكن عار عار على تونس انه المراه القياديه السياسيه تحت قبه البرلمان تتعنف على مراه ومسمع من الدوله التونسيه والناس الدسيسه. هذا اذا ما تتشمتش اي والله حتى هما كثروا لها. يا اخي الاخوان شيا امروا مي حتى باش نحيوهم احنا. موضوع يطول فيه الكلام، البارح نتفرج في الاخبار مجلس الوزاري اللي يضرب غدوه عيد المراه او يصادق على جمله من الاجراءات، صدقني قريت بالطول وبالعظمى ما فهمت منها شيء. ما فهمتش شنو باش تزيد، ما فهمتش الحكايه. لا فما كوميونيكاسيون، لا فما بلاغ رسمي، لا فما وزيره مراه تخرج لك وتقول لك عملنا وعملنا وعملنا. لا فما زاد اليوم رئيس جمهوريه يخرج في 13 2020 اليوم يخرج يحكي لنا رأي كل المرأة، فما جديد؟ شنو الدعم؟ إذا زاد ودينا نفتخدوه، لأنه احنا ولد عندنا عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد المرأة وعيد العيد الكل ما عادش عندها حتى قيمة لدى مؤسسات الدولة الرسمية، وبيا نعتبروه زاد خطر، وذاك علاش الحزب الدستوري يصر على حفظ الذاكرة الوطنية وعلى أن يكون في الموعد. على كل الموضوع هذايا في مركز الدراسات موضوع تحت الدرس، والمنظومة التشريعية كلها قاعدين يشوفوا فيها ويحبوا يراجعوها، وطبعا مشروع الدستور اللي قدمناه في إطار رؤيتنا السياسية في الفصل 9 اللي يتحدث على رؤيتنا للمرأة التونسية اللي هي عدم المساس بحقوقها المكتسبة ودعم وتطوير حقوقها والوصول بها إلى مرحلة التناصف في المؤسسات وفي مفاصل الدولة والإدارة والشأن العام والشأن السياسي. وباش تكون عندنا لقاءات إن شاء الله في قادم الأيام مع النساء باش نجموا نتداولوا في هذا الموضوع، وأيضا مع الرجال اللي هما عندهم ما يقولوا وعندهم رؤيتهم وعندهم موقفهم في دعم مبدأ الشراكة بين المرأة والرجل. وما نجمش نتعدى الموضوع هذايا من غير ما نوجه تحية خاصة لرجال الحزب الدستوري الحر الى مواقع القرار. وباش نذكر ان الحزب الدستوري الحر رشح مرأة لرئاسة الجمهورية وما تحصلتش على السر الفاصل رغم كل العراقيل.
على رأس القائمات التشريعية واللي هو أعلى عدد وصلوله اليوم الأحزاب السياسية على مستوى ترأس النساء في الانتخابات التشريعية للقائمات، وهذه الخطوة الأولى اللي بيشتغلوها خطوات أخرى نحو دعم وجود المرأة على رأس القائمات سواء في البلديات أو في المجالس الجهوية أو في الانتخابات التشريعية. وذلك علاش تشوفوا الكتلة البرلمانية نتاعنا فيها لبوات ما تفرقيش. المواقع اللي قالوا لنا عليهم واللي من حق الحزب الدستوري احنا نحييهم بصفه خاصه اخواتي زميلاتي، لانه عدينا الاشهر الطويله اللي عديناها في مجلسك وعديناها في ديارنا في الدوره هذه، وان شاء الله الحمد لله انه نضالاتنا قاعده تتوج، وشكر لكل مناضلات ومناضلي الحزب الدستوري الحر في كل المواقع. السياسي، لأنه اليوم بخلاف الأكاديمية السياسية اللي نشعر بفخر كبير إنه بعد 4 سنين من ظروف صعيبة إمكانيات منعدمة تطوعتين على مستوى المحاضرين والمجلس العلمي وكل شيء، وصلنا إنه نخرجوا كل من الشباب حاملي شهائد عليا متميزة نبثوا فيهم الروح الوطنية وروح المسؤولية، وهذايا باش يؤدي من بعد انه باش يكونوا النواة الصلبة لدفع الشباب لمواقع القرار داخل الحزب. بفضل الله الحزب نحكي عليه اخر حاجة لانه عنا ما نحكي فيه، وبالتالي خلينا نبداو بالشحن السياسي بلاك فيليبي، لانه الفرصة هذه وقت اللي تتاح لنا فرصة باش نتواصلوا فيها بطريقة مباشرة، باش نوثقوا فيها مواقف الحزب، باش نجاوبوا فيها على كل ما يروج خطأ عن الحزب، وباش نصححوا المسارات ونصححوا التوجهات المغلوطة اللي قاعدين ينتهجوها بعض الأطراف. إذا اليوم قاعدين نعيشوا على وقع ثمرة من ثمار الفشل السياسي وفشل النظام السياسي الهزيل اللي جاب به دستور 2014 احسن دستور في العالم، ربما هو احسن دستور في العالم لتحسين الدول، ربما انا ما نجمش يكون احسن دستور في العالم للدوله التونسيه اللي نحبوها. مش نبدا من حيث يبدا تقريبا كل الخصوم او كل اللي يحب يشوه هو الا يحب يعطي صوره غالطه على الحزب وعلى عادل موسي. لقاء اللي يقول شنو هي مشاكل برشا ناس مع عادل موسي؟ ما تامنش بالثوره. احنا ما تبناش الاركان بتاع الاسلام، ما تبناش فما ركن جدوه هما، ما تامنش بالثوره. شو معناها ما تامنش بالثوره؟ لانه عادل موسي تقول انه ما صارتش ثوره. احنا نحكيو بالحجه والدليل والبرهان، ولهنا نحب الناس اللي ضدنا يسمعوني قبل الناس اللي معانا. انت تقول صارت ثوره في تونس، وترى اللي فما قياده ثوره وبرنامج ثوره واستراتيجيه ثوره واهتمام ثوره ونتائج ثوره، وترى اللي ما يؤمنش بالثورة كأنه معناها خائن للوطن وما تنجمش تحط صحاحتك بحدة صحاحته لأنها تلوثت، رغم أن القيادي نتاعكم الأولاني حط صحاحته مع أوباما ليعمل المخطط نتاع الربيع العربي وباش ينشر الديمقراطية عبر الخارج مش عبر الداخل. هذه شيء نشوف، مانيش نحكي على كلينتون وعلى شنو قاعد يخرج من تصريحات وشنو اللي صار في 14 جانب. باش نحكي على البيلان، لأنه نقولوا السياسة نتائج، وبالتالي وقت اللي نقولوا ثم ثورة في البلاد، يلزم الثورة هذه تعطينا نتائج أفضل من نتائج.
العهد السادة والأسبق إظلام خراب دمار سواد حتى شيء تفي به انت جيت قلت راني انا عملت ثوره باش نجيب لكم التنميه باش نجيب لكم التشغيل باش نجيب لكم الكرامه باش نجيب لكم الحريه باش نجيب لكم الديمقراطيه. اذا اليوم يلزم احنا نحاسبوك على الوعود اللي انت قلتها. كان وثيق بوعودك هتعاون اعترفوا اللي انت احدثت ثوره في البلاد. اذا كان نلقاو العكس انت يلزمك تغير كلامك وتغير المنهج الغالط والشعارات المغلوطة اللي قاعد تخدم بها في روحك وفي جزء من الشعب التونسي وتقر أن تونس ماهيش على الطريق الصحيحة وتجيب حد يدك معانا باش نجمو نرجعو تونس للتوانسة ونسترجعو هيبة الدولة التونسية. هذه ديمونستراسيون ماتيماتيك اللي يلعب من الغش. اذا نلقى البيلونسات مش تقلب الطاوله بالانتقاد، لا هنا انا باش ننطلق من اللي قالوه هما مش من اللي قلناه احنا. خاطر احنا كلنا كله غلط وبينا وعلينا وما نفهموا شيء وما نعرفوا شيء. باش ننطلق من مجلس نواب الشعب اللي فتح شكون قال وهذايا نستغرب، قال هذه مؤسسه جابتها الثوره. يا اخي احنا كي كنا ما كانش عندنا مجلس نواب شعبي، يا اخي المجلس القومي التأسيسي وزعيم بورقيبه وجلول فارس ودستور 59 ومن بعد مجلس النواب والسلطه التشريعيه جبتوها انتوما في 2011 مستشارين. انتوما جيتوا حليتوا المؤسسات هدمتوها وما عرفتوش تبنيه، واليوم توصل بيكم انكم ترميوا المؤسسه الدستوريه الأساسية العريقة اللي هي ثمرة معارك التحرير ومجهودات الرجال والنساء الدولة تعطيوها للشيخ نتاع الفوانجية. تو نجيو هذاك بعد. أي مجلس نواب الشعب هذايا تقرير، هذايا تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص متابعة الأوضاع والمشاريع التنموية في الجهات. هذايا تعمل في الدورة هذه، كان تتذكروا اليوم المشهود اللي جينا فيها نتاع الديسات ونتاع الإرهاب. تتذكروها الجلسة هذيك، الجلسة هذيك كانت مخصصة باش نناقشوا التقرير نتاع لجنة التنمية، وباش نناقشوا الأرقام، وباش نناقشوا شنو هي الوضعية التنموية في الجهات، ونشوفوا شنو هي الحصيلة، ومن المفروض أنه نخرجوا برؤية مستقبلية. جاء الاستهدافات اللي عملوا علاقه بالعوده من بؤر التوتر وبالتنظيمات الارهابيه في ظل الحكم الاخواني اللي يتحكم في مفاصل البرلمان. ما كنتم تتذكروا يحلف علينا السيد ولا لا تكملوا جلسه ولا لا تديرها جلسه، كان ما يدخلش وتعرف الصار وتعاطف على الامن الرئاسي وتخلي وكمل اعتدي عليا والسيد ياخذ باش يضرب وقت المشهد اللي تذكرنا هذاك اللي في الاخر برشا ناس وقت اللي لخصوه في الاخر بعد ما يصير هذاك الكل مشاده كلاميه وتناسل بين عبد الموسي وزيد الزيت. هذاك كله تناسل ومشاده كلاميه ما يحكيوش شنو اللي صار. التقرير ليش يقول؟ ما هو اللي عملوا الثوره المباركه المجيده ما قالوا اللي احنا انطلقنا من سيدي بوزيد واليوم يحبوا يعملوا منطق نتاع تأليف سيدي بوزيد والقصرين والمناطق اللي هي تشكو من مؤشرات تنميه متدنيه وبالنسب عاليه نتاع فقر، يحبوا يقلبوا الشعب بعضه على بعض، واللي يتكلموا كل كان ما عندكش حق تدخلوني وما تعرفوا الحجار اللي تضربني بيه وما تعرفوا التوا القضيه ساريه وما كناش حقنا بتقليل من بعض المجموعات اللي ما تنجم تعيش كان في اطار الفوضى وشعارات الرنان. اي سيدي، سيدي بوزيد في عمر الصالحي والاخوه والاخوات مرتبه 21 في مؤشر التنميه. قاعدين غلط. القصرين، القصرين لولا في نسبه الفقر لولا عام 2020 بعد 10 سنين هما يحكموا وجاوا على
الاساس باش يجيبوا الحريه والكرامه والتشغيل للكسرين. اذا اليوم 2020 الاولى في الفقر والاخرى في مؤشر التنميه. هذا ما قلتوش انا، قالوه المعهد نتاعهم والاحصاء واللي جابوه. القروان الثانيه في الفقر وقبل الاولى في الفقر، الكسرين الثانيه في الفقر. قروان الاولى في الفقر وقبل الاخرى في مؤشر التنميه. إذا المربع نتاع قروان سي بوزيد قاسرين اللي كلهم ما يتاجروا 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 هاو اليوم في 2020 شنو وضعيته؟ معناها ما زادوا فيه حتى شيء، هذا إذا مش نحاول ونقص ونحدد. فما مناطق اللي انحدرت تنمويا بالأرقام. من 100 كانت التاسعة في مؤشر التنمية ولات 13 ولات 11. زغوان كانت 13 ولات 18، يعني وخروا في مؤشر التنميه. قبل الاخرانيه في قلب في استجلاب الاستثمار. شوف انتوما من الكفاءه نتاعها، مهرجان وواحات وصحراء وبترول ودنيا الاخرى في استجلاب الاستثمار. العيب مش في قبل، العيب فيكم انتوما اللي ما نجمتوش تجيبوا لها الاستثمار. الشمال الغربي اللي الناس الكل ولات تتأسس بيه، احنا الشمال الغربي ما سائل علينا حد، واحنا ايه اش عملوا لكم؟ نتصدروا المواقع الاولى على مستوى الفقر والفقر المدقع. اذا الشمال الغربي مازال الاول في الفقر والفقر المدقع. الجنوب هنا لينا اللي انحدر واللي نخر واللي هذايا الكل. مانيش باش نحكي على بيبس والكلمه الكبيره تاع المنطقه الصناعيه وتاع هذاك الكل اللي سياسه ممنهجه مش ما يصير حتى شيء. الوسط الغربي والمثلث هذاك انا قلنا لكم نخريني في كل شيء. تونس العاصمه، تونس العاصمه تمشي للكرام الغربي وتمشي لسيدي حسين، تمشي للرديه، تمشي للكباريه، تمشي شو تلقى؟ تلقى الفقر والفقر المرقى. اذا فهموني، إذا أنتم عملتوا ثورة باش تحسنوا الوضع التنموي في البلاد، الأرقام اللي أنتم جبتوها تشهد عليكم. كيفاش تحبني أنا نستعرف لك باللي أنت تحكي فيه؟ شو اللي صاير؟ أنت تحب تقعد تحكي بالمنطقة هذيك، وتحب تقعد ترفع في الشعارات باش تدلغج الناس وتكذب عليهم وتغرر بالشباب. اللي جايين وما تستعرفش اللي شباب الثورة، أنا نستعرف بالشباب، أنت كذبت على الشباب، أنت غررت بالشباب وخرجت وعرفت من المقاطع، أنت غررت الشباب وشباب المناطق اللي شهدت التحركات الاجتماعية، أنت غليت بيه، أنت استعملته، أنت استغليت وضعه، أنا ما عنديش فيه برنامج، ما عنديش فيه حد حل وما عندك حتى حل للجهات هذيك، واحنا شهدنا نعرفوه، لانه احنا بعيوبنا السبعه، ما احنا عندنا العيوب السبعه فينا، بعيوبنا السبعه كنا بانتخابات ولا مش انتخابات، لطحنا دزوه المنظمات الاجتماعيه الوطنيه والحزب والاداره والدنيا الكل والشعب اللي يسبوا فيهم ولجان الترشيح اللي يسبوا فيها، خايفه الدور الاجتماعي. مش مربوط بالانتخابات نجيب لك عريوش ونجيب لك المقرونه ونجيب لك الفارينه. كان فما دور اجتماعي. كنا احنا كمسؤولين نمشي ونتنقلوا للجهات الداخليه. ونعرفوا الواقع تاع الجهات الداخليه. نمشيوا للارياف. نعرفوا مشكل الماء صالح للشارات وين؟ بالتركينه، بالضيعه، بالريف، بالدوار. ولقينا في وقت الماء حلول. ولو ما يش حلول كامله لكن لقينا الجمعيات المائيه. اذا انت اليوم امشي دور في الالياف يقول لك كنت قبل 2010 عندي الماء، توا ما عنديش الماء. علاش؟ على خاطر خذاو الجمعيات المائيه منطق ابعد انت تجمعي ابعد انت ازمان، ما خلصوش السنين شيء ما خلصش السنين، كلاو الفلوس خلاو العباد في العطش. شو يعملوا لهم؟ وقت الانتخابات هبط الكرامل، هبط الصف، هبط العلالي، هبط
الدنيا الكل، اعطيني فلوس 40 و50 و100 وكذا، سكت الدنيا هكاك، اعمل شويه شعارات شعارات، اللي باش يجيب له البترول، واللي باش يجيب له الملح، واللي باش يجيب له ايش باش يجيب له، ومن بعد ما ثم شيء. يعني انت تخدم بالمواطن وبمأساه المواطن وبمشاكل المواطن وبفقر المواطن، ردي تو قصد تجاري ويساعدك انه يقعد المواطن فقير، ويساعدك انه يقعد المواطن ما عندوش ماء، ويساعدك يقعد فما احتقان وغلاء باش انت تستفاد منه. خاطر نهار اللي تخرجهم باش يجيو باش يسبوا كنا وسط البلاد الدكتاتوريه، اي وسط البلاد الدكتاتوريه، اعطيني نادي، اعطيني نادي ساعه. انت اعطيني نادي، اعطيني نصر. وبعد نجي نحكي على النور. شو نعمل لك هون؟ حق الاعتصام مقدس، يا سيدي الا على الكتله نتاعنا تنجيوها بعد. حق التظاهر مقدس. اي التظاهر والاعتصام اذا ماهوش باش يجيب نتيجه، شو معناها؟ معناها انت عامل تحب وانا ما انت احكي كما يظهر لك وانا بعد ما عامل نحب. دكاتره لناها ملوحه في القاعه، اساتذه جامعيين ملوحه في القاعه، متقاعدين ملوحه في القاعه. شنو القطاع اللي ما هانوهش؟ اللي ما تهانش في تونس؟ نخليه حتى قطاع. الفقير هاكا بالادله زاد الفقر، والطبقه الوسطى اللي كانت على الاقل شاده روحها ولات طبقه مفقره بالارقام. والمتقاعدين اللي خدموا حياتهم كامله في الدوله التونسيه اليوم ولا باش تعطيه التقاعد نتاعو تبدا تحسب له ناقص 1%، ناقص 2%، ساهم في هذه، اعمل في هذه، وتبدا تنحي وتبدا تهيك وتبدا مشاهد اللي نحكي عليها. الحقوق المرتكبه ما عادش نحكي بها. اذا انت هذا عملت ورجال الاعمال اللي تذكروا في 2011 لاباس عليك سارق، لاباس عليك فاسد، بيك عليك الناس الكل فاسدين، الناس الكل سراق، الناس الكل ما فيهم ما يتراه، كان هما اللي جاونا من وراء البحار بفلوس الخارج والبلدات الخارج جاو باش يحكموا الدوله التونسيه، هما الفاسدين بعيني وهم رافضين بيهم. راس المال الوطني شويه انت عندك مصابه، انت عندك مسلمين، انت عندك مرشيح، انت عندك حتى في الازمه الاخرانيه ما كنت شفتوا الاجراءات. يعني انت لا خليل اللي لاباس عليه، لاباس عليه مش ينجم يخدم اللي مش لاباس عليه. لا خدمت لكن اللي مش لاباس عليه والفقير مش حسنته هو بيه. لكن شد روحه في الوسط، خليته شد التوازي. دخلتها بعضها والدنيا الكل رديتها غابه. ليه توا الناس ما عادش عندها مقاييس. ما عادش عندك مقاييس موضوعية تفهم بيها حتى التركيبة المجتمعية. الناس كنت تكلم، الناس كنت تنهش، أعطيني باي، ما يهمنيش، أعطيني باي اليوم، أعطيني الغنيمة، باش ناخذ أنا من هذا، باش نربح من هذا، نحط يدي مع الشيطان ونحطم الدولة، المهم أنا ناخذ المنفعة نتاعي. هذا المنطق اللي رديت فيه التوانسة. أنا توا باش نقول لكم علاش. مش أنا قلت، أتانا ديما غالطة وما نفهمش. هما يظهروا. الاسباب نتاع الوضع المتردد، لا هي الدكتاتوريه لا هو الاستبداد. هاي بالدليل، هاي الاسباب الاشكاليات اللي ادت الوضع هذا. غياب رؤيه استراتيجيه ومنوال تنموي واضح يتناهى مع خصوصيات الجهات. قديش من مره سمعنا كلمه منوال تنميه من 2011؟ اللي يجي في تلفزه من وين التنميه الفارسي، من وين التنميه الذي فقر، من وين التنميه الذي اي، وانت ايش عملت؟ هاو قال لك انت قلت على روحك، مش انا قلت عليك، غياب رؤيه استراتيجيه ومن وين تنميه. انت عامل ثوره ما عندكش فيها رؤيه استراتيجيه ومن وين تنميه، وتحبني انا نصفق لك ونقول لك عندك الصحه على الثوره؟ باهي. غياب خارطه تنمويه وطنيه. إذا خويا أنت ما تخدمش خارطة تنموية وطنية، كيفاش باش تفهم متطلبات الجهات؟ كيفاش باش تفهم الأولويات؟ كيفاش باش تحدد المشاريع الكبرى؟ كيفاش باش تخدم الأرقام؟ أنت هك ما عندكش أصلا خريطة. يعني أنت ماشي داخلها هكاك، بركاكا اللي كلمني نقول له ثورة وديكتاتورية واستبداد وما نمشي فيها وعليها، نسلمها برا برا، الشعب التونسي ينسى. خلوناش نخدم. هذه هي القضية. إيه؟ شنو عندها الاخر؟ قال لك تراجع دور القطاع الخاص في خلق الثروه ودفع الاستثمار واحداث مواطن الشغل.
القطاع الخاص ما عادش يشارك. علاش ما عادش يشارك؟ على خاطر شيطنة القطاع الخاص، على خاطر تكبير رأس المال الوطني، على خاطر الناس الكل توا في الشونتاج وفي الرهنية وفي كذا، الناس الكل ما فماش مناخ استثمار وما فماش أمن. إذا أنت عندك 10 سنين جيت لنا من الأول الكف الأول والثاني والثالث اغتيالات ومذابح ودم وعلى المكحل والسارة أمريكية وسلاح ضربتها ودنيا، شكون اللي مازال باش يحط دينار؟ اللي عنده دينار يحطها تحت المخدة، والمستثمر الأجنبي يخرج. وشفنا قداش خسرنا مستثمرين أجانب، وشفنا الاستثمار المباشر في تونس قداش تراجع، وشفنا الوضعية الكارثية نتاع احنا حتى على مستوى التصدير. ليه؟ دونك هذايا خدمتكم. ضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل المشاريع في الجهات. علاش؟ خاطر القطاع البنكي ولا يمول في الدولة. إذا كان الدولة تنجح راسها هات 200 مليار بالعملة الصعبة، هات 250 مليار بالعملة الصعبة، هات تمول هات القطاع البنكي ما عادش يمول الاقتصاد. وإذا كان القطاع البنكي ما يمولش الاقتصاد لأنه ياخذ ربحه مع الدولة، شو مشكلة؟ عنده حريف أضمن حريف في الدنيا. حريف وفي ها دونك نقولوا تخدم على الدوله والدوله تخدم على البنوك والمستثمر والاقتصاد ما يلقاش تمويل. هي تاخر انجاز المشاريع المحوريه والهامه التي بوسعها تحسين مناخ الاستثمار في المناطق اللوجستيه، الاقطاب التكنولوجيه، تهيئه المطارات، الربط بالغاز الطبيعي، المستشفيات متعدده الاختصاصات. انتي خويا علاش وخرت؟ اي جيتي وخرت في المشاريع المحوريه الهامه اللي موجوده وعدد كبير منها فلوس مرصوده ودراسات معموله حاضره. باش علاش وخرت فيها؟ علاش ما انجزتهمش؟ انت عملت ثوره وجاي باش تحسن لنا الوضع. وقبل كان فما الفساد وانت جيت باش تنحي الفساد، وبالتالي من المفروض المشروع نتاع قبل يتعمل في عام، انت من غير فساد ومالك طاهر وفلوسه موجوده تعملوا لنا في 6 شهور. شنو السبب في تاخير المشاريع؟ لانه هما فارغوا الكاسه والفلوس. او بها كل اشتراك. الفلوس المرصوده كل شيء يشيل هذا على راس هذا. والتعويضات والشيء هذا كله اللي نعرفوه. ونهار طوله واحنا نقلبوا في الشعب، نهلكوا في الشعب. باش الشعب يقعد ديما في حالة انسحاب، ونقعد نقولوا له غالب المشاريع ما تعملتش نظرا لضعف الكفاءات، ونظرا لأنه ما خدمناش هذي، ونظرا لصعوبة الوضع الاجتماعي. أنت لهنا خدمتهمش مشاريع جاهزة وموجودة وعملتهم الدولة الوطنية ما عملتهمش وأنت مستعمل. مش أنا قلت. نقص فادح بلدي باش نجي. نقص فادح في الموارد البشرية. اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات نتيجة إيقاف العمل بالمناظرات للإنتداب في الوظيفة العمومية وضعف نسبة التقدير. أي سيدي أنت تزيد الشباب وقلت له أخرج وكيفاش هي الشعارات قبضوا ماء وبناء ليلات وشغل وحرية وكرامة وطنية ويا رسالة السريق والعباد صدقوك. أنا نعذرها ما عندي حتى مشكل مع الشباب اللي خرج والظاهر. انا اشفق عليه لانه صدقكم، صدق اكاذيبكم. وكان الاكاذيب اللي خدمتوا فيها الكل. انا اليوم هو فايق، احنا موجودين باش نجيبوا فايقين. اي سيدي موجودين هما باش يجيبوا لنا الشغل والكرامه. شوفوا المؤسسات الكبرى، المؤسسات الكبرى شنو مشاكلها؟ من اول مشكل بدات تحت لوحه باليد العامله. تيني سيل بركت، فوسفات بركت، مجمع كيميائي بركت، ستيل بركت، الدنيا كل بركت على خاطر النفقات كثرت. دخلت من بعد انه نسق الانتاج وهذاك الكل. باهي. علاش الكل لهنا اللي هي يد عامة نون كاليفيين؟ على خاطر الخدمة بالشعبويين. دخلوا لازم، دخلوا لازم. قيد ضحية استبداد ديكتاتورية ادخل اخدم. أنت ماكش ضحية استبداد اقعد غادي. انت ضحية استبداد ويوزعوا حدهما في تذكرة الضحايا. انت ضحية، انت مضحية، انت ضحية، انت مضحية بالموالاة والمحاماة وخذوا البلايص ودخلوا هما خدموا ارواحهم واولادهم وناسهم واصحابهم ودنيتهم في المؤسسات الكل وفي الوظيفة العمومية مع التعويضات. شوفوا المرسوم هذا. المرسوم هذا جريمة. المرسوم هذا 2012. هذا شو قلنا؟
يرخص بصفه استثنائيه. هنا شنو يقول؟ لا تنطبق صيغه المناظره الخارجيه للملفات على جماعه العفو التشريعي العام. الانتدابات المباشره للمنتفعين بالعفو العام تلقى مرسوم 19-2011، وعند التعذر يتم انتداب فرد من افراد عائله المنتفع بالعفو التشريعي العام. يعني تحلت الوظيفه العموميه من غير مناظرات بالانتداب المباشر، مش للشباب اللي خرج وقال خذوا ماء من عليلات، تحلت لاولاد بتاع العفو التشريعي العام اللي هزوا سلاح ضد الدوله واللي عملوا المفارق واللي ارتكبوا الارض واللي كانوا يجيبونا المفتوحه الغريبه المقدمه. هذا اللي تحلت الوظيفه العموميه تحلت لهم هما. وشوفوا ايش كتبوا، شوفوا ايش كتبوا. يرخصوا بصفه استثنائيه للمنتدبين وفق هذا القانون والذين سيبلغون السن القانونيه للتقاعد دون قضاء فتره التربص المطلوبه لاستحقاق جرايه التقاعد في استمرار مباشره نشاطهم الى حدود ال 65 سنه. يدخلوا يخدم عمره 50 ومن ما عندوش يجي يخدم يدخل القاعدين نتاعنا في التهاني اللي خادم 30 سنه و 35 هذاك ما يلقاش يقول الجرايه ونهار يقولوا احنا مش نحفظوها باش نزيدوها. وجماعتها حتى اللي دخل في الدار الوطنيه وما عملش الكوتيزاسيون اللازمين وما عندوش الحق نزيدوا المدوني وسحقنا الصناديق الاجتماعيه وطيحنا السي ان اس اي والسي ان اف اي اس والكناس والمنظومه الاجتماعيه الكل اللي هي مكسب المكاسب دوله الاستقلال طاحت في جمله ليه حكمت الدولة الانتدابات؟ ليه؟ أو كيفاش يصير الانتداب؟ الانتداب قامت في الحضور نتاع اللجان اللي تعمل الانتدابات. يمكنني أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال اللجان بعد إعلان رئيس الإدارة أو الهيكل الإداري. يعني المجلس الوطني التأسيسي دخل للإدارة وحضر في اللجان تاع الانتدابات المباشرة ودخلوهم مثل الوزين هكا عفو تشريعي مع عفو تشريعي مع عفو تشريعي إرهابي مش نفس إرهابي مش نفس إرهابي. هذوما شنو صار؟ واللي ما يقاولوش ما فيه حتى مواصفات باش يدخل فرد من عائلته. وين الشباب المعطل عن العمل؟ وين تنسيقيات الشباب العاتلين عن العمل؟ وين الكرامه من الشباب اللي خرجوا يستدروا وتضروا فيهم ناس اللي مشات حقيقه ضحيه الاكذوبات اللي كتبوهم عليهم؟ هذوك ما تذكروهمش. لا انتحر. اليوم وقت اللي ولات عندنا اكثر من 200 الف ولا اكثر من 240 الف زادوهم في الوظيفه العموميه وغرقت خطروا علينا. خرجت وزير الماليه وقفنا الانتدابات وقفنا ترقيات وقفنا كذا فين؟ خذوا البلايص. وما بعد شو عملوا في المشروع اللي عملوه ليلة تحت الثقة؟ لكن العملية نتاع الابتزاز اللي عملوها وعارفين ان ميزانية الدولة لا ماهيش قادرة باش تخلص الموجود. يكذبوا مازالوا يكذبوا ومازالوا يوعدوا بالوهم ومازالوا يستعملوا في الاساليب الرخيصة. شفت قالوا في الدستوري حكم ما صحيحلكمش خاطر هو ضد الشباب. شفت حزب الدستوري اش قال في النهار خاطر هو ضد المعطلين خاطر الاستبداد والفساد. ناس كذابين، ناس مليون يتاجروا بمآسي الشباب بتاعنا وبمآسي الطبقه الوسطى وبمآسي المواطن والعائله التونسيه ومازالوا يكذبوا ومازالوا يرهنوا فينا بالشعارات الثوراجيه الرنانه. انا لهنا وقت اللي نلقى المعطيات هذه الكل ما نستعرفلكش بالأكذوبة اللي أنت تحب تقعد تنتفع بها. بعد المعطيات هذيا اللي هي واضحة، هاو شو يجي يقول لك؟ في المسائل المالية اللي عطلت الدنيا، ارتفاع كلفة المشاريع، انزلاق متواصل للدماء، ما عندكش عاد نص يحب الدستور الحر هذايا، يظهر لي عملتوه أنتوما. طول اجراءات المصادقه من وزاره الماليه على الملاحق التعديليه للكلفه وهذه يحبوا عندكم عزوف المقاولات على المشاركه في طلبات العروض
لبعض المشاريع بسبب عدم خلاص مستحقاتها. يعني حتى اللي يخدم مع الدولة قبل كان شكون باش يخدم مع الدولة خاطرها سلفان خلص. توا تخدم مع الدولة تقلبت الدولة. ما تخلصكش ويخرج لك رئيس الحكومة ويقول لك مانيش مخلصين لسنين العام الجاي. يجي تقول لي أنت مش مخلصين لسنين العام الجاي. هذوما شركات. هذوما عندهم يد عامة. هذوما عندهم نفقات. هذوما عندهم عائلات. يستلزقوا منهم. إيش معناها؟ معناها برا افلس. برا تعرف الخزانة. برا شوف حل في حياتك وضعفت عليك الشركات، ضعفت عليك البنوك، وضعفت عليك القروضات، وتزيد تغرق. يعني لا تساهم في الدنيا ولا اصلا انت مازلت تنجم تعيش لانك انت ضحيه عمليات تحايل ياخذوا الخدمه وما يخلصوكش. مستعرف بها مجلس نواب الشعب تحت قياده شيخ الاخوان. اخر حاجه غياب رزنامه تنفيذيه لكل مشروع. الناس اللي يخدموا بخطه لا بخريطه لا برزنامه باش يخدموا يخدموا راعوين بعلي بعلي يخدموا بعلي هاكا انت يمشي برا برا مولاها ربي وقت يكلموك ثوره 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 عادي سلك سلك جيت انتخابات حط فلوس حط مقرونه نحاولوا نصوتونا شحنا فيهم شحنا فيهم سويسرا ولا سويسرا ونسيو توا جماعه هذوكم نعم وليد كنعم وليد شو يقولوا راهو كي تحكي معاهم مستقفين كي قديتش حتى انت يا عادي كي التوانسه راهو ذكرتهم كثيره كي ست اشهر قبل الانتخابات خدم المدينه والدنيا وصدر الاراء والحكايات والمنازل والفلوس والمخرونه واحد منهم خش قال احنا ناخذ بينا نعرفوهم واحد واحد ومخبين ولا على بالهم بيكم ولا نعرف ولا نعرف اللي مقصود عليهم الضوء الماء يستناوك انت في الخمسه تجي تجيب لهم المقرونه انت قاعد تتاجر فيه وتعتبره رقم انتخابي تمشي له مره كل خمس سنين ولا كل ثلاث سنين باش تكذب عليه وتجيب صوته. وتوا تعمل اللي تحب وتعمل اللي يظهر لك وتعمل تحالفاتك وتقضي مصالحك. هذا المنطق اللي احنا قاعدين نخدموا به. اذا يظهر لي ما فماش حجه اكبر من الحجه هذه اللي هي وثيقه رسميه صادره عن مجلس نواب الشعب تثبت خلاصه شنيا الدولة هي التي تعرقل التنمية. الدولة والسلطة الحاكمة منذ 2011 من اليوم بحكوماتها المتعددة والمتعاقبة هي المتسببة بسياساتها الخاطئة في انه التنمية ما تصيرش، لأن الدولة هي اللي مشات في الخيارات نتاع انخفاض العملة وما همهمش في الدينار، نتاع القروضات، نتاع المديونية الخارجية، نتاع وقف الإنتاج، نتاع هذايا الكل، إذا هذا نتيجة طبيعية. وكيف نقولوا احنا الدولة والسلطة الحاكمة، شكون اللي ما تقرقش جملة من الحكم من 2011؟ إذا تحت حكم الخوانجية تونس أفلست. وقت اللي تحت حكم الخوانجية إذا ما نستعرفش بوجودهم السياسي وبأنهم يواصلوا التحكم في مصادر الدولة التونسية. تونس والإخوانجية على بر. على بر تونس. نواصلوا 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 بالحجه والدليل والبرهان. نواصلوا باش انتوما تبداو مقتنعين وفاهمين ما يجري باش نجم يكون عندكم الحجه لانه انصار الحزب الدستوري الحر يخدموا ويقنعوا ويأثروا بالحجه والبرهان مش بقوه السبان وقوه التشويه. اي سيدي فما حاجه يلزمني نحكي لكم عليها. الناس كل تحكي على الفوسفات
واش نحكي عن باش يجيب البترول والملح هذوك يا اخي شنو هو يتعشوا في فرنسا الفوسفات الحمض المنزلي ووضعيه شركه فوسفات غاسفار نحب نعطيكم معطيات شدوهم وتحفظوهم واللي كلمكم اهي الحجر احنا نقولوا في بيت تونس عندها مخزون اللي قادر للتسويق قرن قدام بمعدل 10 مليون طن سنويا تونس عندها ثروات محدوده وموجوده هذا تاع الحوض المنجي ما نحكيش على ثروتين 5000 مليون طن وما نحكيش على المكناسي اللي مازالت وما نحكيش على التأخير وما نحكيش شنو نجمو مازلنا نشوفو ونكتشفو ونطورو ونزمنو عندك قرن القدام تونس تعيش بقدرها بثرواتها بفلوسها مش تمشي تساسي وخلي يكون اولادنا وبناتنا مرهونين الشريكة تاع فوسفار قفصة قطاع الفوسفار قطاع الفوسفار كان يساهم ما بين 10 و12% في التصدير اليوم يساهم 3% ثورة هذي كان يساهم قطاع الفوسفات 6% في البي بي في الناتج الإجمالي الداخلي ولا يساهم 1% الكلفة بتاع إنتاج طن فوسفات كانت 48 دينار وليت بفضل السياسة الحكيمة الرشيدة المكافحة للفساد 197 دينار ويمشي بيها بيها يقول لك انا بيها ب 180 علاش 197 دينار وليت الكل؟ وعملنا كالشركات بتاع البيئه وحطينا مئات المليارات ونا الشركة خلص غرقناها باليد العاملة اللي هما يقولوا اليد العاملة اللي مش مستحقة لها الشركة اللي هي في الإدارة هاي الخزعبلات اللي عملوها في 2011 مش خدموا ناسها جديد يا ناسها وما كنتراو كل عام كيفاش تخرج الناس وتنتفض على الموالات والمحاباة والدنيا اللي قاعدة تصير في المناظرات في برشا حاجات اليوم عندك الا النسق بتاع الانتاج الا 60% كيفاش يكون في 8 مليون طن طلعني هبطني للثلاثه اذا كان احسن حالتي وقريب نعمل حفله باش نوصل ل 3.8 مليون طن 60% طيح لي الانتاج 70% طيح لي النقل الحديثي شغل كفاح فاشل يعني اليوم نقول الادارات نتاع الشركه نتاع الفوسفات حتى كان اليوم ترجع لي نسق الانتاج عندي مشكل في نقل الفوسفات هذا ما عادش نجم نعمل السكات الحديديه اللي هي في وضعيه لا تحسدوا عليها والقطاع الخاص اللي تعرف انتوما والنقل الخاص هذيك الكل زاد كيف كيف ماهوش باش يكون قادر على تلبية الطلبات وبالطبيعة الكلفة الكبيرة هذه اللي قاعدة تزيد. الشركة هذه كانت تجيب لتونس في العام مليار دولار نت بنفيس. ومن بعد تجي تقول لي انا نزيد 12000 مليار نعطيهم قروض باش نخلص عليه عليه. هذه انا نسميها جريمة الدولة. انا هذه نسميها عندي انا جريمه ضد الشعب التونسي انك تمشي المنبع نتاع ثروه المنبع نتاع موارد ماليه مضمونه كنا اسواقنا والحمد لله سمعتنا في العالم عندنا معناها الكاليتي نتاع حتى الثروات نتاعنا تجي انت تطيح لي 60% تغرق الشركه تعرف الشركه شنو عملت؟ مرحله اولى جبده المخزون الموجود مرحلة ثانية دخلت في التدين قروضات المرحلة الثالثة توا حتى البنوك ما عادش تعطيها دخلت في عدم القدرة على خلاص مستحقاتها وشركة عمومية
ومسالف في الاساس ومسالف في الفيزيك ومسالف في اللي تحب انت وتحكوا على الامتيازات الجبائيه. علاش كيفاش شنو النظره ما نعرفوش. يعني الناس هذوما الشيء بطبيعته ولا متعمد؟ انا قلت متعمد. فما عمليه افلاس وتركيع ممنهجه للدوله التونسيه للدوله الوطنيه. اليوم في 2020 وعادي الموسي خالد بيعوا عليها خاطر انا ما تعرفش الثوره ما تامنش بالثوره. تونس تطلب استيراد الفستان. تحبني نفرح بيه؟ وقال لك والله يا اخويا جينا امر الواقع وكنا توانسه. جينا باش يدمروا تونس. جينا باش يدمروا الثروات، باش يدمروا الاقتصاد، باش يدمروا التلازمات. اذا نحن مش ما عندناش الناس تفهم. كل يوم 50 خبير اقتصادي مستشارين وكتاب قدك على شنو المشاريع الكبرى، ما سمعتوش وزاره المشاريع الكبرى شو تعمل. ما تقوليش حاجة تعمل من وزارة المشاريع الكبرى. شفتوش المشروع هذوما كبير تخدم فيه وزارة العربية. بحفر في النوتيروك. الديون والمديونية التونسية 86% بدون احتساب ضمانات الدولة. زيد ضمانات الدولة زي الشيء 100%. ويحبني نفرح فيه ونقول له يعطيك الصحة والله يجي يصوري وزير. والله يجي تويت يا وين هي الخايبة المستبدة. عجز الميزانية. ما رقوا عملوا مكياج وجد وقت انتخابات 7%. عملنا احنا مقترحات قوانين في المجلس. قلنا يلزم نعمل مؤسسة ميزي خزار. وقلنا يلزمنا نقف القانون الاساسي للميزانية بطريقة انه ما فماش ميزانية تتعمل وما نجموش نقضوا اكثر من 3% نسبة عجز. هكا في الوفود. ماهوش عنده اولوية. الاولوية للهيكل. حبيت نقولوا بها الرسمة والزيتونة وال مقرون. فهمت؟ والأولوية نزل سم نزل. وين عندنا طرح؟ وين عندنا تحالف؟ وين عندنا انتخابات؟ تعطيني نعطيك تولي المري. وما ننساوش بالطبيعة اتفاقيات قطر وتركيا اللي كان وقفنا لهمش وقفلهم الشعب التونسي كي وصلت له المعلومة. ومشكور قوات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناس اللي كتبت وتكلمت. بس ما تعداوش لأن باش يزيدوا الطينة بلة خاطر هما بعد ما رفعوا الاقتصاد وفلسوا الدنيا الكل. اليوم قطاع الصناعة متراجع ب 52%. شوفوا شو يخدم وشوفوا ايش هي النظر اللي عندي. نسق التصدير 2019 نسق ضئيل جدا ما بينش 7%. وين ماشي؟ هذا كل وين ماشي؟ ميزانية نهار اللي دخلنا نراوح نوراق 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 شنو هي هذا؟ شنو هو هذا؟ لا فما حد فاهم، لا فما حد قاري، لا فما حد عارف شنو قاعد يصوت اصلا. فما جماعه جايين اوتوماتيكمون اي، جماعه اوتوماتيكمون لا. كان واحد توا تعمل تيست انت الاعضاء مجلس نواب الشعب عدد منهم باش ما نعممش، عدد لا يستهل به. تقول له انت علاش صادقت السنة؟ كقانون الماليه التكميلي الفصل الثاني ايش فيه؟ مش عارف. يجاوبك حد. ما نعرف. علاش؟ على خاطر بكري وعدي. عدي. من بعد يجينا وزير الماليه اللي جاي في حكومه التحقيق قال لنا عندكم ثقب. 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 والله. 8000 مليار. الجماعة ال 1000 مليار عندهم هما كيما انت تكون انت 50 دينار باش تشري بها لا لا 8000 مليار فقط في الميزانية مش عندنا عجز احنا ويزلنا نعملوا تعب 14 مليار يا سي رشيد مش مشكل. الثانية اللي نحكيو بها عاملين لها 6900 مليار ومالينا منهم حتى شيء مش مشكل. المهم هما شيخي والمهم الشعارات تمشي. ما زاد على ذلك كل شيء في البلاد هذيا مريض وينزفوا وانت يلزمك تسكت
ويلزمك باش يرضاو عليك وما يقولوش عليك سيداني وما يقولوش عليك منغلق ومنعزل ومعقد ودكتاتوري واستبدادي واقصائي وفاشل. سيبوني حفظت من عندي وعدو الشعب عدو الحرية عدو فهمت باش ما يقولوش عليك هكاكا يلزمك انت تسيس. هذه اللي سيزي شو نتقى عليها، هذه اللي نمشي فيها، هذه نطفي عليها الضوء، ما نتكلمش، ما ننورش التوانسة، خاطر أنا كي نوال ننور التوانسة يتقلق. وحنا علاش نعملوا في الاعتصامات؟ اللي عديناها اعتصامات أكثر من عديناها تبدا. علاش؟ وفما اللي قالوا لي هيجا من دار، يجعل عندكم دار إيه دار. مش البلة. علاش؟ ما لقينا حتى حل معاهم الناس هذوما. تتكلم تحكي تسيح تعاير تعمل تكتب. راهو اللي كتبناه اللي طلقناه اللي رسمناه اللي وجهناه اللي عملنا تداوي. شيء شيء يخسر عليك في الاخر. وبعد تداوي المكتب المجلس قرر رفض المكتب. وقرر ان كنتي تنعش باش تمشي للقضاء. حتى هما هذيك كلمتهم تعجبهم. ان شاء الله من الناس قدام هذا الامور تتبدل. اذا شنو نعمل؟ انت عندك 16 نقص من واحنا طول عرض الاتفاع عندك 16 ما نجمو نعملوا شيء. شو باش تقول؟ تقول لا هذا انا عندي 16 نمشي تقعد. بس 16 ما نخليكش تعمل. تنزيل البرلمان، البرلمان فيه التكفيري وفيه الداعش مقروني وفيه جماعة مرسي مقروني وفيه العفو التشريعي العام وفيه شيخ الإخوان مقروني وفيه المقروني مقروني وفيه المقرونة وفيه وانتي وقت اللي تجي تقول كلمة الحق ترد الحق عطلت لنا جلسات. ما يقول لك الكذب في شوية وسط احنا احنا عطلناكم المخطط. اتفاقيات مشبوهة لا نفع قول كل شيء. ملف ليبيا صدقوني كان سكتنا وما تبعناش. شيخ الخليجية لكن شفتوا الكاميرا الدبلوماسية الخاصية اللي نوبة ما نفيقوش بها حبوه الراجل حتى النواب في الدار كونفينمون كورونا كورونا حتى الناس في الدار على الكورونا وحتى بجنبه الائتلاف هذاك بتاع التكفير خضارة الخضارة الخضارة هدي انا اقول ان تنام خويا برافو عليك نشوف البلاد البارح خلاص قرارات وش عمل في اجتماعات وشكون جاي وشكون مشي وشكون كلم وشكون خلو عندها استخبارات عندها اجهزه استخباراتيه باش يشكيو بها من اجل التخاطر مع الدول الاجنبيه. يبقى ياسر ما تعرفوش الدوله. يبقى ياسر وتتبع النشاط وتقرا قرارات المكتب وتشوف تقارير الانجاز وتفهم الشيء وتتسمى استخبارات. حتى هما استنسوا بالناس ما هما ديما عيطتليش ما
فميش جلسه ما فميش حكايه باش ندخلوا المجتمع. شو هذا؟ شو هذا؟ احنا حاطينه تحت المجهر. تحت المجهر صحيح. دونك وقت اللي تورينا نقعد ساعه. لازم نرجع. وانا قاعدين في الدار نقعد ساعه برك ونبكي نكتب 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 هذه هذه غلطه هذه ما تجيش. شوفوا الكاميريس بكل معناها اريحيه السيد يكذب علينا. هاني كلمت اسامي برلمانات وسجل يشفي على مجلس الشورى المغاربي ودخل في نسنوسته ودخل في روحه وقاتل روحه على المؤسسات المغاربيه اللي دخل فيها امور. من بعد نشوفوا يكلم اردوغان لا بالك لا وسع. يا ولدي في بالكم ما في بالناش. محطوطة في الباج مش محطوطة. كان من الآخر هذا مجلس الدولة. كيف كيف حلينا الكتاب وسير سويجي سويجي أمور منظمة تنظيم الأخوان الدولي. إي مش قاعد تعمل أنت؟ أنت مش قاعد تعمل؟ السياسة الخارجية ماهيش نتاعك وماهيش صلاحياتك. اللي هي مسألة تهم رئاسة الجمهورية. أنت مش قاعد تعمل؟ وعلاش ديما كي تتبع الخيط وتتبع الغرزه نلقاوك ديما تدور 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 وتصب في حضن تنظيم الاخوان الدولي جماعه الاخوان المسلمين. صدفه ليش صدفه؟ ايه سيدي كل يوم كنا نقرا في النظام الداخلي خاطر انت تجي تتكلم من فتره النظام الداخلي يمنع. أو لا يمنع لا يمنع. حسب الحسن كذا والتأمين كذا والرؤية كذا والمعاهد كذا والعرس كذا يمنع. لا يمنع. شديني أنا قريب وكان الدعم الداخلي هذاك قلت لا ما نقرا من أول حرف دخل حتى لما نحفظ. ونحفظ. ونسيش بالفصل 141. لوايح خاطر اي حاجه باش تعملها لازم يصححوا لك معاك عدد من النور. ما عنديش شكون يصحح لازم عدد من رشني. ما عنديش ايش نعمل لوايح ربي يعطيها القبول. رئيس الكتله اي رئيس الكتله هي اللي قدم لائحه اي ما فهمتش شكون يصحح ليبيا والدنيا اي ليحه رفض التدخل الاجنبي. ما كنتش ضد التدخل الاجنبي. اي سيدي صفح لي صادق اي وريني قالي لي تسلسل هذا رسمي ونلزم هابلو شو دخلك وش هي الفصل هذيا وكيفاش جات الجلسه بعد جهد جهي تعملت الجلسه خلنا 16 خرجنا 95 مش فاهمين هما محرزية الحراس الشخصيين اللي خدمونا عز عبيد الوكرة حكا يا سلام حكا بعد العشرة تسمحونا انتم عبيد تتبعوا في عبيد تبعوا في التجمع. أما أعطينا وقت مستقطع خلينا نكلموا بخيال لعل نتلقوهم. قعدت واحد من العشرة تاع عبيد باش تعملت الحكاية جبنا 95 مش مشكل ديما فما من وقتها فيوز دارت بعدها حركة الشعب صوتت معانا على حركة الشعب أحزاب وكتل في الحكومة صوتت معانا فهموا أنه لا ولا بشرهم يمشي شيخهم خاطر هو شيخهم ما خليناش الوقت احنا سنمشي نركز. ما
على حكم صادر من الاستئناف تونس يصبوا هو المستئناف صحيح عنده عادي
الشقائق بالنسبه ليهم شايلين شبوك وتحصيل العمل وتنزيل البرلمان وتنزيل المشهد. هذا اللي اخترع. واذا كان بلاد اليوم تونس اذا كان مازالت تتنفس بصعوبه بعد 10 سنين دمار هذه، راهو على خاطرها دوله مؤسسات وخاطر ارسال منظومه تشريعيه واضحه ومنطق القانون موجود في الاداره التونسيه. وتونس كونت ادارات اداريه وكونت اداره صلبه وصامده رغم الشيء اللي صار فيها والترتيع نتاعها وهذا الكل. اذا احنا رانا قاعدين نواجه في مشروع خطير يقوم على تركيع الدوله بمفهوم تحطيم المؤسسات وتقديم وتهميش مفهوم القانون والالتزام بالقانون، ومن جانب اخر تركيع الاقتصاد الوطني وجر البلاد الى الافلاس عبر تفليس مؤسسات العموميه وعبر تفليس وانهيار المنظومه الاجتماعيه. تزيدهم انهيار المنظومه التربويه والمنظومه الصحيه من غير ما نزيد نحكي لكم على شيء هذايا، نعاني فيه كلنا كعائلات وكامهات وكاباء وعندنا صغيرات يقرا. هي اذا كان وصلنا لهذا شنو اللي مازال فيها تونس؟ شنو اللي مازال فيها تونس اذا انت تسكت على هذا؟ اذا يلزم الناس تفهم ان الحزب الدستوري الحر راهو قاعد يدافع على قضيه وطنيه معناها واضحة المعالم. مانيش نشريو في البلاد ومانيش نعطلو ومانيش نغدلو ومانيش ضد الديمقراطية. ولهنا باش نجي للموضوع بتاع الديمقراطية والاستبداد والحريات وحقوق الإنسان. الثورة الأولى اللي طلعنا براءة الرئيس، دونك ما عملتوش ثورة، ديزولي، عرفتوا تعملوا ثورة تو مش عارفين نكون بها. ونجي توا يحبوا يرجعونا للديكتاتورية، يحبوا يرجعونا للاستبداد، يحبوا يكملوا الأسواق. الحزب زي الفش اللي يبكي على الأطلال. تعبين بحلان حزب الفش بالدليل. أعطيني حاجة مقوم من مقومات النظام السياسي الحالي اللي احنا مانيش موافقين عليه، والدستور الحالي اللي مانيش موافقين عليه وتم اقصاءنا من المشاركه في سياقه. احنا ما اندفناهاش كحزب دستور. اعطينا نهار لقيتونا ما نستعرفوش بمؤسسات الدوله، جزئيه مؤسسات مش اشخاص. الاشخاص احنا احرار في تقييمنا لهم، اما كمؤسسات. اعطينا نهار قلنا انه احنا باش نغيروا الوضع في تونس عبر انقلاب من اي نوع كان. اعطيني نهار انا قلت الشيء هذا لرئيس الحزب ولا حتى من قيادات الحزب ولا من خارطين ولا قواعدي وقواعد. اعطينا في الانتخابات والمحطات الانتخابيه شنو التصرف نتاع قائمات الحزب الدستوري ونتاع مرشحين ومرشحات الحزب الدستوري. اعطينا حاجه احنا عملناها كحزب دستوري من 13 اوت 2016 لليوم تناهض الحريات وحقوق الانسان. يعني نسمع تفضل ويجي شنو الحاجه؟ حتى فسر. القوانين مش ماسكين عليها اكثر الناس نطبقوها. الدستور مش عاجبنا اكثر الناس ملتزمين بالبنود اللي فيه الى حد اليوم. هيئة الانتخابات مش ناسيها ومش شفافة، والانتخابات مش ناسيها ومش شفافة. قابلنا اللعبة بقدرتها وطلعنا ونعرفوا حجمنا أكبر من اللي طلعنا فيه. والمرات الجايين توا هيك من الآخر وقت اللي نزيدوا أكيد نهار عملنا دعوة للقتل، عملنا دعوة للعنف، عملنا دعوة للسحل، عملنا دعوة باش نحطوا الناس في الحبس كما هما يحكيو ظلما وبهتانا، عملنا نهار ما نعرفش شفنا الناس من شغلاتهم، كتبناهم في الشوارع، مسينا حقوق المرأة، مسينا حقوق المواطن، مسينا الفنانين، مسينا المثقفين، مسينا ما عملنا؟ عارفين شنو عملنا؟ توا أنت تبدا تتحدث، هل أنا قادر إني نحكي معاك بالحجج؟ يجاوبني بالحجج. عندك ليه؟ فين بستة جامعة؟ حكيت
التجمع. كنا في الفيس. أنا كبير يبي. أنا كنت في التجمع وأنا في خير. كنت كنت في التجمع وكنت في فيس. هنا ما لكنت. خرج قائمة المناشدة تعالي على يمين تاع شبان تاع كذا وعندي قائمة المناشدة يخرج ما خرجش عليه على خاطر انا ما نعتبرش اني انا سلاحي ضدك انت هو تخويفك ولا ابتزازك انا مش الحاجة بالفكر مش نحسنك على روحك كل انت خارج لا 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 نعرفك نعرفك كنت قدمي في التجمع تقبل ما تقول الدنيا انت ربع صحيحة تقلب الفيستا وتجي تبدا تحكي عليا انا والاستبداد والديكتاتوري كي جيت انا باش نستعمل الاجدادين القادرة تقول لك انت صحتك هاك اكبر وانت كيفاش تجيبون عليك وتحب تكون انت في الاول نتاع الصحة والله جيت تقول معايا من المرأة باش تنوش بن علي لو كيفاش انا سجل رئيس الجمهور انا اللي شفته اي نعمل لك تصويره اش نعمل لك حطني انا في ورقه صغيره انا باللوم نور الدين لبحيل سيدي زكي معناها اللي هو توا بن علي كيعمل لهم مناجدات هذوك على بعضه كل يوم شي حد يقراها اليوم تولي انت تحكي لي وحاكي لي مرسي وتنتمي للنظام السابق وتاريخ التجمعي وانا ما نجمش معناها نزكي التاريخ التجمعي ايزي 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 10 سنين واحنا نسمعو نسمعو فلتونا نسمعو ايزي ما يحشموش ايزي كي فيهم اللي كان بن علي الله يرحمه اخدم في التجمع عام وعام يعجبك هو قدير في التجمع عام مكلفه بالمرأة بالمرأة النقطة المضيئة اللي ما تجمعش كفاش لا قررت ولا نقلت ولا عذبت كما قالوا هما من الداعية ولا تحسست ما اتخذت قرار اصلا يا محامي انا محامي عندي قناعه ما تنحيهاليش لا انت لا غيرك عندي مبادئ لا تنحيهم لا انت لا غيرك ليش جيت مصر تنفيذي ولا جيت وزارة ولا كنت مستشارة كان كنت كنت مستشارة رغم ما كانش الوضع لكن انتم ما فكيتوش الدولة في اسم المحبوس بن علي بالنسبة لي أنا رئيس الدولة التونسية ورئيس الحزب كشخص يمكن انت تعرف اكثر مني. كنا كنا خير والله. اليوم الناس الكل حك راسك للمواضيع التجمع. الشعب فهمني. هيك نعملوا دراسه في قائماتكم الانتخابيه. كنا في قائماتكم الانتخابيه فيها اللجنه المركزيه ومجلس النواب والمساعدين ولجان التنسيق والشعب والدنيا الكل. قداش فما اليوم من كاتب عام شاطر رئيس قائمه تاع الخارجيه. يس. قداش؟ كلهم كي حتى التكفيريين هذوك تاع البلطجه والعنف واحد منهم ما نشرفوش اللي نذكر اسمه كي هاك خطوا وش في بالكم انتم اللي انا في 2009 ما صوبتش بن علي يسري الدين بالطبيعة مش كل قلبي كل يستاهل ما مش مصورتوش على خاطر مش مصورتها لأني أنا كنت وقتها مستدعية في برنامج إعلامي في الميدي أنساب في المغرب في طنجة يعملوا ديما تغطية إعلامية للانتخابات هاي سيدي شكون مشى معايا وقتها؟ فار طيارة فار طيارة فار طيارة الفرق اللي انا ما نخلصش لاني انا محامية متطوعة انا هو يخلص شكونوا بلاش شكونوا بلاش بلا تسل يا اخي ما تحشموش ما تحشموش تبدا انا نقول سيد الرئيس انت تقول سيد الرئيس المبجل انا نقول الانتخابات احترمت القانون الانتخابات ما فيها شفافه وديمقراطيه تو وليد عمل فيها تلف تكفير وجيني لقينا قبل عملت الامارات يا اخي اذا انتوما ما تحشموش
يعني الناس اليوم يحبوا يغاضوا أدائنا العام عين في عينك، وكأن الناس ما تعرفش تفرق وما تعرفش تقيم، وكأن العباد ما عندهمش ذنب. أنت متحارب، أنت أتجمع اللي ما يحبوش يصحح وقالك ما صححش ولا مع الدستور. أنت في نفس الحكومة، أنت في نفس الحكومة وتجلس على طاولة المفاوضات مع حزب في وسط أعضاء الديوان السياسي والأمين العام تاع التجمع. عبد القرياني وين؟ حزب الدستور يا زي تاع التجمع. وين ما تصور معاهم أنت في الندوة الصحفية تاع الحكومة هكا؟ إش كانوا دوكا؟ إش كانوا؟ سامحني. وصلنا معناها لدرجة إنه أنت ما تحبش تعترف. مش لعندك ما مش عندك. الناس ما تحبش تعترف انه فما تجمعيين ما يحشموش بتاريخهم واوفياء لتاريخهم، مش معناها موافقين على كل حاجه صارت. فما فرق كبير، فما فرق. اذا نحكيو كلنا الموس، كلنا غاديين في هذه، هاي وانت زاد غلط معايا، كنا حق في هذه. فيكم اللي معايا وفيكم اللي لا، كان وقتها البرا يسمسر حقوق الانسان. هل نعملوا بيلان؟ علاش خايفين من البيلان؟ علاش خايفين من التقييم الموضوعي؟ علاش خايفين من الارقام؟ علاش خايفين من الحقيقه؟ هيك صار، ما يحبوش يصارفوا. ما يحبوش يصارفوا، ما يحبوش يعملوا البيلان، لانه البيلان ماهوش مصلحتهم. اذا انتم ما تحبوش تستعرفوا. إنه إحنا الحزب الدستوري الحر ناس أوفياء، أوفياء من تاريخ بلادنا، مش بس أشخاص، كي جبت أسأل أشخاص، روقت لي الأشخاص غادروا الحكم، رانا عملنا كيفكم وكلمنا الجلسة، إحنا أوفياء من تاريخ تونس، أوفياء لمنجزات ومكتسبات الدولة التونسية الحرة المستقلة ذات السياسة، إحنا أوفياء لأركان الجمهورية التونسية، تربية، تعليم، صحة، حقوق المرأة، العدالة الاجتماعية، الإشعاع الدولي الذي يكون فيه ودينا وحدة، احنا أوفياء للثوابت، الباقي نتناقشوا فيه، ما فما حتى فترة في تاريخ تونس لا قبل لا اليوم لا توا لا حتى كي ندخلوا احنا للحكم قريبا بإذن الله، ما هيش تكون كنتوا انتوما تصفقوا بن علي وعملتوا معاه الوثيق الوطني، انا كنت نقرا
وبن علي راني فوق بن علي اللودع جاي توا باش ترمي الفشل نتاعك وباش ترمي انقلابك انت على الدوله وحاملينك للسلاح ضد الدوله شرمي عليها انا ما ترميش عليها انا قادره اني نواجه نواجه الماضي واللي ما عندوش تاريخ وما عندوش ماضي ما تتامل منه حتى خير اللي ينكر في اصله عمره ما تنجم تعمل عليه تعطيه كيف سيدته هذه خبره قاعده لانه اللي ينكر في اصله هو باش ينكر فيك انت باش تبيعك وقت اللي مصلحتك تقتضي ذلك اذا يلزم الناس تعترف انه احنا ناس خلى ما بيبناش على السواسه لو تشوف 2016 معتمد الثبات عملناه في دار الحزب في شارع تسعة عزرين الحزب اللي انتوما حليتوه وفي حته وخذ عضلاتكم وخذكم للقانون والإقصاء وفصل 15 وتهديم المؤسسات أنا أحنا يجينا لكذبت ولكنت الناس يقول سبني أنا صغيرة وما نعرف شكون وقالوا لي يجينا بالبيت شكون طبعا أنا تولي من الخارج ولي محلين يبقى ولي أحسن واحدة بالدنيا ويبدين يجيبوني يحطوني رئيسة القائمات ويحطوني في الحكومة أنا وقتي قلنا لا أنا عبد الموسي محامية جنسية أمينة عامة مستردة مجلة بالمرأة تجمع دستوري الديمقراطي وراني أنا توا مقدمة عن الموجودة اليوم رئيسة حزب الدستور الحر اللي هو مرحلة جديدة من نضالات السيطرة وكفاح السيطرة من أجل دولة وطنية وراهو حزب الدستور هذا في قيادات صف أول وقيادات الجهوية والمحلية والقاعدية فيهم الوكالة الشعبة وفيهم الوكالة التنسيق وفيهم الوكالة اللجنة المركزية وفيهم اللي ما كانش في السياسة الجملة. الشباب هذايا كان في التجمع. الشباب هذايا. صنيع الحكم والحكومة. أجين محكومة شفت أعمال. فيهم من عمر 12 و13 و14. أما ناس اليوم ثمرة الدولة هذه كبروا وقراروا وفهموا وفرزوا الغث إلى السنين وقالوا أنا نمشي للحزب هذاك. يا اخي هو مش يقراوا في الفيسبوك التبين والتشريها ماهوش يسمعوا في البلاتوات اللي ولات مختصه على فكره باش نطالب الحق في البيبيسيتي. مش عارفين لهم تربيه على سنين ثم اذاعه ولا زوز ثلجه ولا زوز ولا هما ثلاثه انا في مجتمع التنين يا اخويا انت نصيحه بالموسي في القاعده بالموسي في الحشيه بعد الموسي نص الليل عبد الموسي يا اخويا يزني نخلص معاك انا اللي دخلوا في البيتين يخوفني كل نهار كل يوم في الصباح الليل ما يكونوش عادي الموسي تطيح لهم نسبه المشاهده والاستماع اذا هم قاعدين يسمعوا اذا كل يشوفوا يقراوا لكن فرزوا شافوا وعرفوا نبره الصدق فهموا اللي احنا عندنا مشروع وطني يدافع عليه كاينو هما معناها تونس الجمهورية كل تقل وراك كاين عبير موسي قاعدة تنحط في غادي ديك كنت في التجمع دعوة ملحة خاصة دولة فنجية وتكتيبين هذاك الكل وكل أحزاب هذوك مش أحزاب هذاك ماشيش حانوت هي الانتظام الفوضى هذوك هذاك الانتظام الفوضى اللي ما عندهم حد وقتاش فما وجود إذا خليت الصباح لكل من الأمر أقول لك تتبنى هذا هو اصلا مش موجود ما يخرجوش كاين باش يقول وعبير موسي عملت وقالوا بها وعليها وحزب الدستور عمل وقالوا بها وعليها يكمل لك النهارين ثلاثه هذيك بتاع الموجه ويرجع يرقد يقيموا المزدجرين يقولوا ويا توا عندنا ترقوم يقوم وصدر بيان عجبني انا كان حزب هذاك اللي صدر بيان وقال له بيان ضد الممارسات الفاشيه ويطالب بمعاقبه كل الحزب الدستوري الحر على انتهاكاته كيفاش من بعد البلاد الخارجيه في 2011 حطوك رئيس مجلس تاسيسي وليد حليف الاخوان بعد ما عملت الدستوري اذا الناس يلزمها هي تغير نظرتها مش احنا لانه فما مشكل صاير اليوم في المشهد العام فما ناس ما لازمتش تتخلص من العقده معناها بالنسبه اليوم اذا كان يعترف انه اليوم فما تطور في حزب الدستوري الحر وفما تطور في الخطاب او في النشاط او في التفاعل او في البرامج او فما التزام بقوانين اللعبه يشهدوا بهذا يحسون كانهم نقصوا
يعني ثم منطق المكابرة. المكابرة أنا أقول لكم أنا وبكل لطف راهو اليوم الرهان والتحدث اللغة الفاظ الغندري الرهان والتحدث والانجوع معناها في الأحلى قادرين عليه راهو أكبر من شخصي ومن شخصك. راهو احنا اليوم عندنا قضيه وطنيه وذيك عليه شفتونا انتوما في لائحه تحت الثقه شفتوا اللي احنا ترفعنا قالوا ما تصحوش ما تصحوش ما ياخذوش العائله اللي كتبتوها ما ياخذوش العائله اللي كتبناها ما نحكيش معاكم ما تحكيش معانا لكن عدي العائله وقت اللي تولي ثم مصلحه عليا للوطن الناس الكل يلزمها تصف وراء مشروع راه ماكش تصف وراء الاله. وإذا كان تونس اليوم صحة المسارات نتاعها وتجاوزت الأزمة هذه راهو ما تقعدش تخمم ياهي باش يحسبوها العبير ولا باش يحسبوها ليانا، هذه باش يحسبوها الحزب الدستوري ولا ليانا، باش يقولوا لنا في البرلمان كي لقاونا تلمينا ويلقاو هكا بدا ثم تنسيق ولا حاجة، هكا هي حتى تجيبهم خميسة عندها هي تعمل القرارات وتجي تخدم بيكم. شوف اللغة اللي يعملوا فيها للناس. لا خميسة عنا ولا حد شيء بالعكس تدل الناس الكل على راسها ويمينا. أما إحنا عنا حزب، حزب عنده ضوابط، عنده هيكل، أنا قراري ناخذ في الديوان السياسي، ما ناخذوش في إطار آخر. ومش ذنبي إني أنا حزب هيكل وانضبطت وعندي معناها تقاليد نتاع عمل. أما أنا وقت اللي تبدا عندي قرارات حزبية في إطار الاحترام التام. وفي إطار المعزة وفي إطار الإنسانيين وفي نفس المدرسة. نجيو نعرضوا الحاجات هذيا ونقولوا نتعاملوا فيها ولا نعملوها ولا نشتركوا فيها. إذا راهو تخلصوا عيشكم. رسالتي للناس الكل تخلصوا من عقدة عبير موسى. تخلصوا منها. لدرجة أن الناس ولا يقول لك لا يقعد الغنيش وأنت لا. راهو اختار هذا. تخلصوا من عقدة الحزب الدستوري، راهو الحزب الدستوري تحبوه ولا ما تحبوهش. تحبوا الدومة ولا تكرهوا راهو الحزب الدستوري عماد المشهد السياسي. ما تخلقش روحك. ما تعيش في حليل أجيال وراء أجيال. راهو مرتبط بتاريخ تونس. ما تنجمش حاجة أنت ما تنجمش تنحيه الحزب الدستوري. ما تنجمش تنحيه من كتب التاريخ. وما تنجمش تنحيه من تاريخ البلاد وما تنجمش تنحيه من الحقيقة ومن الواقع ومن التوارث عبر الأجيال. الحزب الدستوري له ماده تزيه، ماده تزيه نتعاملوا مع الناس الوطنيين، الناس اللي يشاركونا المشروع الوطني راهو ساعات نبدا نسمع الكلمه اللي نخرج نقولها انا يعملوا عليها 200 ثلاثه باش يسبوني، كي يخرج يقولوها هما بعدي هما عندهم ديما ثم غوتاغ وثم ديكالاج نتاع عام هكاك، كي يخرج يقولوها بعد عام الناس الكل تقول لي ايه والله هي وتروحها، وما كي يقولوها ما يقولوش لو قالوها حزب الدستوري قبل لا. يوصفوا على واحد يا خويا انسى بالروحك. اما شنيك انت اذا كان احنا مشتركين في نقطة معينة علاش المكابرة تمنعك انه نحققوا الهدف نتاعنا؟ يلزم نرفعوا والحكاية هذه العلبة هذه بتاع التجمع وبتاع الاستبداد والديكتاتورية ما فماش استبداد وديكتاتورية أكثر من اللي عايشينه اليوم. لأنه اليوم بالملموس احنا قاعدين مرهونين. مرهونين للدستور اللي شفتوه كيفاش حكومه بعد شهرين طايحين حكومه جايه اقعد امشي ايجا امشي ايجا احنا على الاقل مشينا هزينا كتاب هزينا كتاب البرنامج وهزينا كتاب الدستور وما جميع قال ما عندهمش برنامج كي شافوا البارح البرنامج خرجوا قالوا البرنامج كتبوه لهم عطاوه لهم خاطر هما ما يعرفوش يكتبوا ما يعرفوش يكتبوا هو فما البرنامج يا زيد يعني ليه يوصلوا معيشوا لبطالة معيشوا لبطالة لا كلام عندك في البرنامج نجيب البرنامج مش نتاعك يا ولدي هاي انا خالد بريجه دوله لي مركز الدراسات شو يخدم قداش عملنا من اجتماع نعطيك البرويون نتاع البرنامج نتاعنا ومن بعد تطورت الامور عملنا لجنه وطنيه فيها كفاءات تحتفظ بالحزب اللجنه الوطنيه تحتفظ بالخبراء خبراء محترمين اللي هما مستقلين لكن خدمنا معاهم ومركز سيد المنيرة اللي نشرفوا بيه والخبراء اللي من اعلى طراز نشرفوا بيهم الحزب اللي يحترم نفسه وحزب الدوله يلزم الفاليداسيون نتاع البرامج وانك تكون انت مع
يفتل كل شيء يكون منحى سياسي ومنحى اقتصادي وتقني. احنا مانيش كيفكم. نبدا نحكي انا في الاقتصاد ونحكي في الاجتماع ونحكي في السياسه الخارجيه ونحكي في الفلاحه، احنا نعرف دور المختصين. ها قدامي رئيس اللجنه الاقتصاديه وبالتعاون مع مركز الدراسات ومع مركز زيد الميره ومع سي معز الجودي ولو عاملين له هرسله كل ما يقول كلمه حق وبالمناسبه مجال الفلاحيه لانه هو انسان وطني يقول كلمه الحق بالنجاسه. يحب يفتلوا، انت تتعامل مع خبراء يفتلوا بيناتهم، انت تتعامل مع مجتمع مدني يفتلوا بيناتهم، تتعامل مع كتل برلمانيه يفتلوا بيناتهم، يلزمني نعزلهم. والمشكله اللي هي توا واجهتهم انه الحزب الدستوري الفاضلين يحاولوا يعزلوهم يدور يتطور في قلب الحدث. مين يحب يقولوا فعلا سريع يرقد التركينه يلقاونا احنا متقبلين المشهد والحمد لله، لانه احنا مانيش منعزلين. ومانيش مخلصين ومانيش مستبدين ومانيش اتقيين، احنا نقولوا الحقيقه ونكشفوا الحقيقه للتوانسه. واذا كان اليوم ناس تظهر انه جماعه الاخوان المسلمين وتنظيماتهم الاخطبوطيه والعنكبوطيه اللي هي عبر العالم تحب تفرض برنامجها ومشروعها في تونس، وانت اللي تجي تتصدى تولي استبدادي والاقصائي، فنعمة الاستبداد ونعمة الاقصاء، وتو ناخذ شيء في الاستبداد والاقصاء. احنا قاعدين نسميو في الاشياء بمسمياتها ونحبوا عمليه الفرز. توا التوانسه ولاو فاهمين، التوانسه ولاو حافظين في اصول النظام الداخلي اكثر من غنوش. هو مستحيل كان حفظت حاجه. انا نتوما توا كان هكا نعمل شويه من الخروج نقول لك الفرز ما يحضرنيش، تحكي تدخل لي. علاش؟ على خاطر ثم الاتصال المباشر. والحزب الدستوري النجاح بتاعه من وقت الزعيم بورقيبه لانه حزب الاتصال المباشر، والحزب اللي عنده امتداد هيكلي، امتداد ترابي، امتداد في كل الربوع بتاع تونس وفي التركيبه المجتمعيه التونسيه تلقى سياسه الحزب الدستوري الحر موجوده، لانه هو الحزب اللي رسم السياسه التونسيه منذ الاستقلال الى اليوم. واحنا توا جيل جديد بمعية وبمساندة وبمعاضدة مقاومين ومناضلين وكبار الكفاءات بتاع الدولة قاعدين ننشو في مرحلة جديدة ونسيغوا في رؤية مستقبلية جديدة لتونس اللي هي فيها استفادة من أخطاء الماضي وطبعا فيها رؤية للمستقبل وفيها فرز ووضوح وشفافية مع المواطن ومع الناخب. وذاك علاش ما كذبناش على الناخبين. انا عمري ما مشيت في حمله انتخابيه لا رئاسيه ولا تشريعيه وقلت لكم راني انا كيف انتخبوني راني باش ندخل نقعد في البوديوم تحت سيدي الشيخ. وعمري ما جيت قلت لكم راني باش نمشي نشارك في حكومه فيها الفرنجي. وعمري ما قلت لكم راني انا في البرلمان باش نعمل تنازلات ونولي نعمل علاقات والا نعمل موده ومعزه وتحابب مع كتله الاخوان. ما قلتوش انا هذا. أنا قلت لكم راني مشروعي السياسي هو أنه تونس دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات، دولة الحقوق والحريات. يقولوا الحقوق كما الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الجيل الثالث والرابع والخامس. ناس تحكي على أجيال أخرى، ده حقوق إنسان. واحنا مازلنا نحكيو انت ناظر تقبل عليه وانت ناظر تقبل عليه. وكانه اكبر حاجه في الدنيا هي وقت بن علي والمناضلين النضال سالين يوفى ويهدي يديهم الناس تاع النضال وقت اللي تاع بن علي. كل مركز عندها نضالات. احنا اليوم مناضلين. احنا مناضلين ضد دكتاتوريه الاخوان وضد دكتاتوريه الفوضى. احنا اليوم مناضلين ضد منظومه الدمار والخراب وترفيع الأنظمة الوطنية. احنا اليوم مناضلين ضد الإسلام السياسي. احنا اليوم مناضلين ضد المشاريع الظلامية. احنا اليوم مناضلين من أجل خير تونس وشعبها وشبابها ونسائها وشيبها وطمولها ومن أجل الوحدة الوطنية الحقيقية. مش الوحدة الوطنية بتاع العلاقات مع الإرهاب والتطبيع مع الإرهاب. المصالحة اللي يحكيوا عليها المصالحة المغشوشة. المصالحة اللي باش تنتهي
وش وتمسح لهم السفارة الأمريكية وتمسح لهم أبو عياض وتمسح لهم تنظيم أنصار الشريعة وتمسح لهم تسكير الشباب الجوع على التوتر. لا الشعب التونسي وشهداء الإرهاب والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والسياسيين عندهم حق على الدولة التونسية. الدولة التونسية تقول الحق. احنا عمرنا ما ندعو مش حق 500,000 واحد في الحبس. لا احنا ندعو الى محاكمات عادلة ويحبوها علنية يشوفها الشعب التونسي ويميز احترام المحاكمة العادلة ويميز اذا فما حد جاي وخارج اطار القانون وعامل تأشيرة غير قانونية وعامل تحرر على الشعب التونسي الشعب من حقه أي يحاسب. وباش نعطيكم مثال صغير وتو يجي هذا نعطيكم بالملموس. التنظيم هذا وقت اللي جاو في 2011 باش نديروا التأشيرة غير القانونية هذيك عملوا نظام أساسي خسارة توا ماهوش قدامي باش نوريكم الفقرة المخصصة لحقوق المرأة. حقوق المرأة والمرأة كل بورقيبة كتبوا هذاك. هذيك باش تديروا لي التأشيرة. المؤتمر بتاع 2012 مين الجماعة اللي خدموا وش يشوفوا بداوا ينحيوا فقرة. المؤتمر اللي بعده كان يسمى الفقرة اللي بعده خدموا شو أمين حقوق المرأة. وتو نعطيكم بالبرهان كيفاش كانت الفقرة تاع 2011 كيفاش ولات في 2012 كيفاش ولات في 2016 وباش نشوفوهم تو في 2020 بعد ما جندوا الرسالة تاعهم خدمتهم حراسة الباب تاع الشيخ البرلماني. إذا نفس الشيء نطول عليه الخلاصة اقتصاديا تفشلون وفاسدون سياسيا تفشلون وفاسدون اجتماعيا تفشلون وفاسدون إذا نصيحة أنه اليوم نتجنب كل القوى اللي تحب الخير لتونس لإعلاء المشروع الوطني ولهنا تجي مسؤولية سيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف اللي عملنا معه لقاء امبارح واللقاء قلنا فيه رؤيتنا كاملة سياسيا قانونيا اقتصاديا اجتماعيا. طلبنا منه انه يشد في التوجه نتاعو لانه طلب ان المراسلات في الفيسبوك باش يجمعوا لجنة انتخابات. حنا بعد 19 مراسلات انا باش تجمع لجنة انتخابات يعني اللغة تاع نجهز الانتخابات مبكرة. احنا كانت علينا توا نخرجوا من السلالات ونمشوا للانتخابات المبكرة ونجيبوا بقدرة الإنجاز. بالنسبة لحزب الدستور الحر عاد حزب يمينا يدينا مشيتوا في حكومة كفاءات مستقلة تماما عليها 7 أسرة لا غواصات ولا اختراقات ولا حكايات. فما برنامج وفما رؤيه اللي نشتركوا فيها الناس الكل باش تبداو تطفوا بالعكس لا ولا نعاونوكم ونعطيكم الافكار وندعموكم سياسيا واللي تحبوا انتم الكل وما نشاركوش معاكم. يزي ما حاجناش حد الكريسي خذوها انتم. بديتوا هاي مستقله مش برشا برشا والا من برا مستقله ومن داخل من داخل الشيخ. سمعنا لحد ما حليتوا البرلمان الصباح لبسوا المريول والكاسكيت ابو خبيب مرانا احنا لو جوزين
للتصدي لكل المخططات اللي تمس الدولة التونسية وأن القومي التونسي والنموذج المجتمعي والاقتصاد الوطني. من غير ما تبدأ قلت لحتى البرلمان خرجوا هالنهارين قالوا انتم مستحقوا الأحزاب الكل يقي هما فما أحزاب بتاع فوضى ما احنا من المحلين بربي من الأحزاب بتاع الفوضى هاي المفتاح عملت حكومة مستقلة ندعمهم ما عملتش حليف برلمان نطلع لنا لك مش حبيبك عملي تحب
تحرير. على مستوى الهيكلي مؤتمر 16/2016 لسه تعرف اللي وقتها خليه مازال العدد ما هوش مكتمل، مازالت الهياكل في بدايتها، الهياكل قاعده تتقوى، قاعده تتوسع افقيا، ولا عندنا وجود في كل ربوع البلاد. انا ساعات نشوف في الفيسبوك ويبدا يقول لك انا نحب الدستوري الحر في الريف الفلاني والريف الفلاني، اي مرحبا. معناها الناس موجوده قلبها معانا، فيها اللي مهيكل وفيها اللي مازال معناها يعتبر من الانصار وما دخلش للهيكل. اللي نحب نقوله هو انه المرحله القادمه اللي هي تنطلق من غدوه باش تكون مرحله التقييم بعد دخول الحزب للبرلمان وبعد التطورات، لانه احنا نحبوا الهياكل والديناميكيه اللي موجوده في الجهات وحدها تعمل عمليه الفرز وتفيق بالصامدين وتفيق بالثابتين وتفيق باللي يرخ وتفيق باللي يغريوه وتفيق بالمتاع المصلحه وتفيق بهذاك الكل، وقاعده تعمل في مخاض نحبوه نادي غير قاعد يصير نفرجوا فيه. ما تتصوروش انه عادل موسي ماهيش تتبع في شنو صاير في الهيكل، ما تصورونيش ما عنديش علم على كل نقطة وكل جزئية في أي خلية في تونس، هذا كله تتبع وشوف ربي يخليك ترتيب البيت، تدعيم الحزب، تقوية الصفوف، رص الصفوف، ثم كوننا نواب طلبة اللي هي ما تتزعزعش، واثقة، فاهمة خيارات الحزب، عارفة ضوابط الحزب، تعلمت العمل داخل حزب منضبط في وسط المشهد السياسي هذا في بالي دون هكا قاعدين تشوفوا في المشهد كيفاش، ويوم جاء الوقت نتاع التطعيم تاع التدعيم ونتاع فتح الابواب اكثر فاكثر لكل المقتنعين بتوجهات الحزب الدستوري الحر. بالطبيعه الانفصال وكل الحكايه هذيك انا خبراء فيه. انا دكتور وعندي دكتور لكن نحلوا الابواب للكفاءات، نحلوا الابواب للادارات، نحلوا الابواب للشباب. المدة هذه الكل يلزمنا نخدموا على تدعيم الهياكل نتاعنا. الناس الكل تعرف انه اليوم الذكرى الرابعة عام الجاي سنة انتخابية. إذا احنا كنا مبرمجين باش نبداو في 2020 الانتخابات القاعدية. نعلن اليوم من هذا المنبر وفي هذا اليوم العزيز علينا الكل انه باش ندخلوا في المرحلة الانتخابية. إذا باش ندخلوا في مرحلة الإعداد لمؤتمر الحزب. ونحبوا مؤتمر الحزب يكون مؤتمر نعطيه فيه درس في الديمقراطية. نعطيه فيه درس في احترام مؤسسات الحزب. خاطر اللي توا قاعدين يحكيوا على عادل موسي ومواضيع التجمع. القليلة فيهم عنده 50 سنة على رأس حزبه وهو عامل عركة 50 عركة باش يقعد رئيس. الصغير فيهم الصغير الشباب اللي هكا مازال يحسكوا في الدنيا في عالم السياسة عنده 200 سنة يعمل في السياسة. إذا ما تنجموش تعطينا درس في أعطاء المشعل للشباب، ما تنجموش تعطينا درس في التناقص بين المرأة والرجل لأنه احنا الحزب الوحيد اللي الديوان السياسي نتاعه فيه تناقص، ورئيس امرأة هذاك يفكير شرف ليكم ولينا كل تونس، ونحبوا مؤتمر في إطار الشفافية. إذا باش نبداو ناخذوا الملفات باش ندرسوهم باش نعملوا ليكم الاجتماعات اللي لازم نعملوها، فما اللي باش تجيلنا فما اللي باش نمشيولكم، وباش يكون العمل الحزبي نقطة قارة في عملنا في المدة القادمة. سيكون بإذن الله في 13 أوت 2021. لأن حزب
هذا التاريخ، لأن المنعرج اللي شفناه بعد الانتكاسة بعد 2011 كانت في 2016. وباش نغتنم الفرصة هذه إني نشكر كل من ساهم في إنجاح المؤتمر، بما فيهم الناس اللي غادرت الحزب لأنها لم تلتزم بثوابته وبضوابطه، لكن للتاريخ كل من حجب في سبيل إنه يحصل مؤتمر الثبات 17 شهور 2016، نقدموا له ونقدموا لها الشكر الجزيل، ونتأسفوا إنه ما كانتش عندها رباطة الجأش والنظرة الاستشرافية بشد صحيح وقت العواصف ووقت المعارجات. وللأسف الشديد القوى واحد خارج الحزب، لأنه الحزب لازم يواصل، ماهوش مرتكز على أشخاص، هو مرتكز على رؤية وعلى برنامج. إذا نعلم بعضنا إنه إحنا اليوم في المشهد السياسي التونسي بخلاف تنظيم التحالف والقرضاوي والمعفوين، الحزب الوحيد اللي اليوم يحرص على إنه ما يزيد حتى نهار بعد 5 سنين من غير مؤتمر. وبالتالي خلينا المشهد في 13 شهور 2016 في العشية تنرجع الفيديو نقول على الساعة 5:30 مساء، إن شاء الله ربي يحيينا بخير، إن شاء الله تونس تكون بخير، وأولادنا تكون منحك أمين. ربي يحفظك. ونشوفوها قديش، إن شاء الله تكون فما القيادة التي يرتضيها الدستور الدستوري. اللي حاجته مش يعمل تجربة سياسية من أبنائي وبناتي جداتنا، نصيحة أخوية، يزيوم التشتيت، يزيوم من انتصاب الفوضى والبتين بيت، يزيوم اليوم فما حزب، حزب يتساءل الجميع. إذا كان الحزب الدستوري اليوم هما يكونوا مسكر وما يحبوش يدخلونا وما يحبوش يحطونا، لا مش مسكر، مش ما نحبوش ندخلوكم ومش ما نحبوش نشوفوكم. احنا عندنا خط سياسي واضح والمعلن، تقتلنا تذبحنا باش نقنا فتنا في الحبس، اش تحب تعملنا ما نحبوش عليك. وقت اللي تولي عندكم المناعه اللي اكتسبناها، ابواب الحزب مفتوحه في جاكوب بلاس. نعم لا نعم لا هذه ما ذكشي، هذا يتسمى شفت إلى الوراء. وقتها بفضل الخير لك أنت ولينا أحنا إنك تكون مساند وتخلي حريتك، اللي عجبك تساندو واللي ما عجبكش تو تستنى شوية شوية وتعرف لي عنها الحق. أما باش تدخل تتهيكل راهو التزام. من يرى ويأنس في نفسه إنه سيء من داخل ولا ملتزم، معناها دي خيارات الخط السياسي تاع الحزب بكل ضغوطاته وهرسلته ومشاكله وحكاياته ودريته الكل، مرحب بكم. كما قلت لكم خذوا بقعتي، راهو أنا ما عنديش مشكل لا تاع زعامة لا تاع رئاسة لا تاع حتى شيء، أنا عندي مشكل نتاع مشروع إنقاذ وطني سيمر عبر الحب بالاشتراك والتعاون مع كل التنظيمات السياسية والمدنية والشخصيات الاعتبارية اللي على رأسنا وعينينا المؤمنة بهذا المشروع، واللي ماهيش باش تشد إلى الوراء، لأنه اللي راهو فيه احنا ربما انتوما ما تشوفوهش، اللي نحكوا فيه احنا ربما انتوما يظهر لكم برشا ناس يقولوا علاش ما مشيتش هي ما مشيتش. شوفوا راه
اول شيء يكتبوا توصيه للاستاذه عدي راني نقرا نقرا ونتفاعل ونفهم كل شيء. اما يمكن انتوما القراءه اللي انتوما تاخذوها ماهيش القراءه اللي احنا ناخذوها، ومن بعد تشوفوا اللي عندنا الحق. يعني احنا عندنا ليني دو طومبيل، انا نقول لك ما نشاركش في حكومه فيها فرنجيه. تجيني انت كرئيس حكومه ما تقوليش راني مانيش باش نحط فرنجيه، خلينا مفتوح. وعيطت الناس الكل كيما فيهم الخوانجات، كيفاش انا نشارك معاها في مشاورات؟ شنو يضمن من بعد اللي انت باش تعمل حكومه كفاءات ولا حكومه ما فيهاش خوانجات؟ الا كي نمشي نولي غلطت هيئتي، نولي غلطت انصاري، نولي غلطت الشعب اللي هو اليوم ولا يؤمن في المصداقيه نتاع حزبي. اذا انا ما نامنش بالمجاملات، ولا خاطر هو قال وعد مع كامل احترامي للناس الكل، انا مش مسموح لي الخطا. انا مانيش مسموح لي الخطا لا كشخصي كموسي ولا كحزب، مش مسموح لنا نهار نجي نقول لكم انا غالبا انا حسبناها غلط. مطالبين نحسبوها صحيحه ومطالبين نهزوكم الى بر الامان ان شاء الله. وبالتالي الحاجه اللي فيها ريس باش تمثل مصداقيتنا، والا تبعدنا على خطنا لبابا عليك ونكونوا واضحين. لا تدينا نقصنا من شان الرجل ولا المراه، لا قلنا ان هذا اللي تخرج وتوضح الرؤيه نتاعك هو احنا الحالات اللي نتفاعلوا فيها ايجابيا. كي انت تخرج وتوضح ويحترمك انك باش تمشي في ذلك التوجه تلقانا نتفاعلي. وذاك اللي صار اول ما خرج رئيس الحكومه المكلف وعمل نقطه اعلاميه وقال قرر ان تكون الحكومه حكومه كفاءات مستقله تماما، ديريكتومون انا ريجي بوزيتيفمون وعملنا البلد هذاك وكلمنا في التليفون وقلنا سنكون حاضرين وكنا حاضرين وكنا في الموعد وكنا ايجابيين ومستعدين للبناء مع القوى الوطنيه اللي هي باش تسلم دار الامان. تعرفوا هكا وهكا 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 وتحت الطاوله فوق الطاوله احنا نمشينا. وين نفيقوا فما تحت الطاوله ولا فما امور هكا ولا هكا نخرجوا نتكلموا. برافو. ونقولوا والله وما نفكوش يدينا ما نوثقوش يدينا وما نوثقوش تاريخنا. انا نحط يدينا مع الناس اللي هي لا تريد الخير لتونس. اذا تبعونا في مواقفنا. اللي اقتنع بالتوجه وفهم احنا كيفاش نصيغوا المواقف وراو حطوا في بالكم ان مواقفنا رانا نخفوا فيها بعد مخاضر كبير في اجتماعاتنا على عكس اللي يروجوا ها هي تحكم فيها ها هم راهي تبعوا فيها ها كان زي ما في كلامي وسكت وها هم حاضرين يا جماعه نطلعوا نعبدوا ونكذبوا ونصيحوا ونعيطوا ومن بعد نغلق اللي عنده الحجه. اي واحد فينا عنده الحجه وقال حاجه منهجيه وكنا نحطوها على الكارت نتاعنا اللي حاطين فيه خط الحزب ونكون نشوف فيها الناس الكل. انا ما عنديش تسلط في الخرابة عرفتك العناد والعنانة مش كيف نتفاهموا نتشاوروا نحكيو أما وقت اللي ناخذ القرار انتهى. الناس الكل تنضبط والناس الكل تطبق قرارات لأنه القرار قرار مؤسسة ماهوش عاجبني التحقي ما عجبنيش التحقي اللي يصنع منا كتلة منضبطة ويصنع منا حزب منضبط محترم. ونتصور انا اي واحد ينتمي للحزب الدستوري الحر ولا اي جنسية تنتمي للحزب الدستوري الحر في البلاد تمشي راسها مفتوح وراسها مفتوح ناس عارفين ناس تتحمل مسؤولياتنا ناس نواجهوا ناس تقبلوا الضرب بقدر الرحمه وبالابتسامة وبالتجاهل وبكل الاساليب اللي تنفع مع كل واحد شنو ينفع معاه. ما نجيش نطول عليكم باش نجيكم المدجيه باش تجيو بحثينا المدجيه الهياكل تزربوا لنا في نفاتكم اللي باش تقدموها باش يصير تطعيم باش يصير تطور باش نتلهيو برشا 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 شبابنا. ونحب نقول ان النوات هذه واللي كوناهم في السنوات السابقه باش يكونوا هما بنك الكفاءات اللي الحزب باش يعتمدوا لانه احنا نخدموا باش نعديوا المشعل مانيش نخدموا اعطيني انا بقعه ولا اعطيني انا جزء من الكعبه
احنا حتى قلنا نهار اللي مش تجي عنا أغلبية ويلزم الأمر انك مش تحط ناس من خارج الحزب هما في القيادة. قلنا رانا نعملوها، مانيش ناس اللي يعطيني نفسي نفسي وإلا داخلين على مصالح شخصية. إذا الأكاديمية والطلبة المتفوقين مش يكونوا موجودين إن شاء الله مستقبلا في الهيئة العلمية الموسعة لمجلس الدراسات. المجلس العلمي الجديد بتاع الأكاديمية بعد تشاور وتنعمل اجتماع مع المجلس العلمي مش نمشي نحو تطوير ونحو توسيع ونحو تطوير الآليات والسبل بتاع التكوين، وإن شاء الله توفرنا الإمكانيات مش نوسعوا العدد ونكونوا قادرين على تكوين أكبر عدد ممكن من شبابنا. كيف كيف التكوين السياسي في الجامعات وفي الجهات اللي حبينا نداول السنة لكن بالكونفينمون وبالسنة الاستثنائية إن شاء الله نبداو فيه بداية من السنة المقبلة باش نعمل مدرسة تكوين الإطارات اللي حكينا فيها ويلزمها تتفعل، وإن شاء الله ما نوصلوا 13 شهور 2021 المؤتمر بتاعنا إلا ما تكون هيئة الحزب كلها في حالة جيدة ونكون قادرة على المنافسة ومن أجل خير تونس فلتتنافس الطاقات القادرة على تحسين المنافسة إن شاء الله بالفعل مع مختلف التطورات في الساحة السياسية، ونعلمكم تباعا بمواقف الحزب من كل ما ستصدر عنه مشاورات تكوين الحكومة وصولا إلى اليوم اللي باش يقع عرضها على البرلمان. تمكن لذلك نقول لكل مرأة تونسية كل عام في حياتك، ورجاء رجاء رجاء لا تنخرطش في منظومة تبييض هذه المنظومة المدمرة، وما تنخرطش في تبييض الإخوان، وما تكونش عندك معاداتك اللي منعش عليش يعبير موسي تخليك تدز البلاد إلى الهالية. رجاء أن نترفع الناس الكل، حطوا دينا في دين بعضنا ونكونوا منفتحين على كل القوى الصادقة من أجل خير تونس، وستبقى تونس ترقيبية دستورية مدنية حديثية تقدمية لا مكان فيها للتونس. أن ينكسر حماة الهمة يا حماة الهمة.
صارخت في عروق الدماء نموت نموت ويحيى الوطن. We'll be right back.